دكتور محمد، ربنا ربنا يدي يخليك. سعادتك الصحة يا أستاذنا. نعمل شير سكرين. نعمل كده يا أستاذنا الأول، وبعدين نبدأ إن شاء الله نتراي الأول كده يا أستاذنا. تمام كده. تمام يا أستاذنا، تمام يا أستاذنا. طيب تسمح لي نبدأ يا أستاذنا الساعة 9. اتفضل اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا يسعدني ويشرفني إن أنا أرحب بأستاذي والأب الروحي لكل جراح العظام في مصر والوطن العربي، ويعني مؤسس علم جراحة عظام الأطفال في الوطن العربي، أستاذنا الغالي الحبيب القيمة والقامة بروفيسور محمد أسامة حجازي، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنها، وأستاذي واللي أفضله عليا طول العمر يا فندم. شرف كبير لنا ان حضرتك معانا يا دكتور اسامه بيه. شاكرين يا فندم على قبول الدعوه يا استاذنا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي لحضراتكم جميعا. انا بحب اشكر اخويا وحبيبي ويعني زميل بعتز بيه قوي، الدكتور استاذ الدكتور محمد الاشهب، عميد كليه طب بنها، وطبعا زماله عمر طويله دكتور محمد، يعني عندنا 30 سنه، فربنا يديك الصحه كلمتي ويبارك فيك. لحضرتك يا استاذ. وانا يشرفني ان انا بنتمي لقسم العظام في كليه طب بنها. الحقيقه الاسم ده ليه افضل علينا كلنا، وكلنا ممتنين ليه، لان كان فيه صحبه طيبه وقامات كبيره في الاسم. كلنا يعني الاسم ده ادانا كتير قوي، فاحنا ممتنين لكليه طب بنها والاسم جراحه العظام في كليه طب بنها. ويشرفني ان انا اكون معاكم النهارده. النهارده هنتكلم على الكومن بيدياتريك هيب بروبلمز كيس بيزد ابروتش. هنا الاوبجكتيفز بتاعتنا هنا ان احنا اول حاجه احنا عايزين نشوف ايه هي الكوم اوفر فيو ان كومن بيدياتريك هيب بروبلمز. الدياجنوزس هنا يعني هيبقى بيزد على الجوريزم، ستاندرد الجوريزم، وهو ده الستاندرد الجوريزم في كل حاجه. في لما بيجي نتكلم على اي كيس بيزد ليرنينج لازم نعرف الستاندرد الجوريزم فور دياجنوزس، بيعتمد على الهيستوري. وطبعا اهم حاجه في البيدياتريك هيب بروبلمز الايدج، زي ما هنشوف دلوقتي الايدج از موست يعني امبورتنت فاكتور في الدياجنوزس. طبعا الكلينيكال اكزامينشن دي حاجه مفروغ منها. الايمجينج هنا البلين اكس راي از ذا موست انفورماتيف. كل البيدياتريك هيب بروبلمز فيري ريرلي ان احنا نحتاج سي تي او ام ار اي، فهذه دي النقطه اللي احنا بنشوفها كتير قوي، ان العيان اول ما بيبداوا بيعملوا له ام ار اي او سي تي. لا، هو البلين اكس راي از ذا موست انفورماتيف، بس بعد ما بنعمل كلينيكال اكزامينشن وبنحط البروفيشنال دايجنوزس. يعني عشان كده لازم نمشي الهيستوري كلينيكال اكزامينشن الايمجينج، ولازم نحط ان كونسيدريشن ذا بلين اكس راي از ذا موست انفورماتيف. دونت دو ام ار اي او سي تي اور اذر انفستيجيشنز الا لو كان لها التارجت. وبعدين البلاد تيست اف نيسيسري زي ما هنشوف دلوقتي. التريتمنت برنسبلز لازم نبقى عارفين الراشونال اوف تريتمنت، يعني ايه الايم اوف تريتمنت. لازم نعرف التريتمنت لازم نبدا نون سيرجيكال وبعدين سيرجيكال، ولو هنتكلم على سيرجيكال هنقول ايه ويتش بروسيدر. فدي الاوبجكتيف بتاعت المحاضره بتاعت النهارده، اتمنى انها تكون واضحه لحضراتكم ان شاء الله. هنا الكومن بيدياتريك هيب بروبلمز ايج ريليتد دي مهمه قوي. احنا عندنا البيدياتريك هيب بروبلمز ريليتد للايدج، لان ده بيسهل لنا كتير قوي في البروفيشنال دايجنوز. فاحنا عندنا المرحله الاولى اللي هي نيونيتال والانفانسي، اللي هي الشهور الاولى لغايه سن سنتين. ممكن الحاجات اللي ممكن يجي بيها هيب بروبلمز في المرحله دي هتبقى الدي دي اتش او الانفانتايل سيبتيك ارثرايتس. يعني دي مرحله، ده مهم قوي. لكن لو جالنا طفل في التشايلد هود ايج من 3 سنين لغايه 10 سنين هنفكر في ترانزنس سانوفايتس، دي اول حاجه، وهنشوف دلوقتي ليه او ليه بنقولها اول حاجه. ثاني حاجه البيرسيس ديزيز، ثالث حاجه السبتيك ارترايتس، رابع حاجه الكوكس فارا ايزر ديفلوبمنتال اور بون سوفتنج، وبعد كده النيورو ماسكولار افكشن. ده في التشايلد هود ايج. لكن لو جالنا في الادوليسنت ايج بقى في 12 14 15 هنفكر في السليب دبر فيمورال ابيفيز اول حاجه، وبعد كده الكوكس فارا، وبعد كده السبتيك ارثرايتس، وبعد كده الروماتويد ارثرايتس، وبعد كده البون ليجنز بقى. فدي التقسيمه بتاعه الكومن هيب بروبلمز ايج ريليتد، ودي من الحاجات المهمه قوي اللي احنا لازم نحطها
in consideration. هنا ايه الحاجات الـ common presentation of the healthcare problems حاجتين. بين البين هنا نقف عنده، ممكن العيان يجي بجروين بين، ممكن يجي بانتيريو ثاي بين، ممكن يجي بني بين. وفي دايما مقوله يعني اتعلمتها من اساتذتي ان الكومن سكوز اوف ني بين ان تشيلدرن اند ادوليسنس وي ماست اسيس ذا هيب. يعني ما يجي لك عيان عنده ني بين يعني لازم تبتدي من ضمن الاكزامينشن انك لازم تكونسيدر اكزامينشن اوف ذا هيب، لان الكومن سكوز اوف ني بين ان تشيلدرن اند ادوليسنس از ريفيرد بين from the hip. ده مهم قوي ان احنا نحطها in consideration. بعد كده ممكن الطفل يجي بليمبنج، واهله هيجي يقول لك الطفل مشيته بقت مش طبيعيه، كان كويس ومشيته مش طبيعيه، او ابتدى يمشي بمشي مش طبيعيه من الاول. الليمبنج هنا لازم احدد اذا كان painful ولا painless. يبقى دي المقدمه بتاعتنا ان احنا لازم نحط الكلام ده ثابت في ذهننا، اللي هي الكومن بريزنت الكومن هيب بروبلمز ايج ريليتد. لازم اعرف كل ايج ايه الحاجات السبيسيفيك فيه، وبعد كده اعرف ان البرزنتيشن او هيب بروبلمز هيبرزنت بحاجه من اثنين، يا بين يا ليمبنج. وده مهم قوي. هنا ان تشيلدرن اند ادوليسنس لتقسيمه ستاندرد اقل من 4 سنين، من 4 ل 10 سنين، من 10 ل 16 سنه. اقل من 4 سنين ترانزنس سينوفايتس، حطها في الاعتبار. احنا قلنا طبعا الانفانسي والنيونيتال ايج، يعني النيونيتال اللي هو طفل لسه الولاده والانفانسي لغايه سن سنتين، بنقول البي اتش او السبتيك ارثرايتس. لكن هنا هنقول بقى لما هنيجي نحطها ان برود كوزز، هنقول اقل من 4 سنين ممكن يكون ترانزنس سينوفايتس، ممكن يكون اوستومالايتس او سبتيك ارثرايتس. يعني برضه ممكن يكون اللي عنده نيونيتال او اوستومالايتس، ممكن يكون سبتيك ارثرايتس، ممكن يكون جوفينايل ديباسيك ارثرايتس، ممكن يكون نون اكسيدنتال انجري. ودي مهمه قوي، ان ممكن يجي طفل عنده بين وانت مش عارف السبب، لكن ممكن يكون وقع اتخبط. هم طبعا مش هيبقى هو مش عارف، اللي معاه مش واخدين بالهم. ممكن يكون ريفيرد بين، ممكن يكون حاجات رير بقى، لكن دي مش من الاساس. من 4 ل 10 سنين هيبقى ترانزنس سينوفايتس والبيرسيس ديزيز، بعد 10 سنين بيبقى السليب دبر فيمورال ابيفيسز والاوستمالايتس. لكن لما نيجي نقول ايه الكومن بريزنتيشن من سن 4 سنين، هيبقى ترانزنس سينوفايتس. الكومن كوز من 4 ل 10 سنين هيبقى ترانزنس سينوفايتس او بيرسيس ديزيز. الكومن كوز من 10 ل 16 سنه السليب دبر فيمورال ابيفيسز. فهنا الليمبنج احنا قلنا البين ده خلاص خلصنا. الليمبنج نوعين، في بينفول ليمب، وده هيبقى حاجاته كلها ترانزنس سينوفايتس كوزنج بينفول ليمبنج فيرسس ديزيز سليب دبر فيمورال ابيفيسس. طبعا في البري سليبنج ستيج او السليبنج ستيج، وممكن الني بروبلمز زي ما قلنا ممكن تعمل ليمبنج وانفكشن ارثرايتس او بروكسيمال فيمورال اوستيومايلايتس. كل دي كوزز اوف بينفول ليمبنج او تروماتيك. البينلس ليمب بيبقى ممكن يكون سببه دي دي اتش او كوكسافارا بنوعيها، وبعدين ممكن يكون نيورو ماسكولار افكشن، او لو في ما عنده مثلا ليمبلس ديسكريبنسي او هيب ديسبليزيا. طيب الاكتيفيتي ليفل ده مهم قوي. لما بيجي لك طفل عنده بروبلم ان هيب لازم تسال على الاكتيفيتي ليفل. ليه بقى؟ الطفل اللي عنده مشكله بيقدر يلعب ويروح المدرسه بس رجله بتوجعه وبيعيط بالليل وهو نايم، ده حاجه. والطفل اللي مش قادر ينزل من السرير ويروح المدرسه حاجه ثانيه. فالاكتيفيتي ليفل از فيري امبورتنت فاكتور في الديسيجن في الدياجنوزس وفي الاسسمنت. فهنا الاكتيفيتي ليفل بنسال على ايه؟ بنسال على هل العيان ده عنده سيستماتيكلي انويل ولا لا؟ هل عنده هو بيلعب كويس ولا لا؟ يقول لك بيلعب ويروح المدرسه، يقول لك لا هو كان بيلعب بس بطل يلعب دلوقتي ما بينزلش خالص يلعب. يبقى هنا مجهوده قل، شهيته قلت للاكل، ما بياكلش كويس، ايت ليتل. ممكن يكون عنده نايت سويتس، بيعرق بالليل. دي حاجات لازم نسال عليها. الطفل ده بيقدر يروح المدرسه ولا لا؟ بيقدر يلعب مع اخواته مع زمايله او لا؟ بيقدر ياكل كويس، ما بيعرقش بالليل. دي حاجات مهمه قوي، لان هو لو عنده الحاجات دي بلاي ليت
او ايت ليتل او نايت سويتس، هيبقى لازم افكر في ان يكون ده انفكشن او جومنال ارثرايتس او مالجنسي. فدي حاجات مهمه قوي احنا لازم نحطها ان كونسيدريشن. ليه بنقول الكلام ده؟ احنا مش عايزين اندر استيميت اور اوفر استيميت الموضوع، لان معظم الكومن هيب بروبلمز كلها حاجات بسيطه، لكن عشان ما فيش حاجه تفقد مني لازم اشوف الاكتيفيتي ليفل بتاعه التشايلد. الاكتيفيتي ليفل از كي فور بروبر دايجنوستس، لازم اسال على الحاجات دي. حاجه بقى تانية اسمها الريد فلاج. الريد فلاج ده ترمينولوجي جديد موجود في كل حالات في الباك وفي الهيب وفي النيو وكل حاجه. ريد فلاج ان ليمبيك تشايلد او ان يعني ايه او ريد فلاج ان تشايلد بريزنتنج ويز هيب بروبلم، يعني ايه؟ يعني ده الارمنج ساين. الارمنج ساين يعني ايه؟ يعني ده بيقول لي ان في حاجه مش بسيطه في العيان ده. الكلام ده في كل يعني الترمينولوجي الجديد ده ريد فلاجز. وده ممكن يجي سؤال امتحان يقول لك ريد فلاجز ان باك بين، يعني واحد عنده باك بين الريد فلاجز فيه. الريد فلاجز ان هيب بين ان تشيلدرن. الريد فلاجز ان هيب بين ان ادلتس. ريد فلاجز يعني في الارمنج ساين، يعني في حاجه مش بسيطه، ودي لازم نخلي بالنا منها. الريد فلاجز في الشيلدرن اذا كان العيان ده عنده بالور وتوكسيك مانيفيستيشن وفيفر ونايت بين ونايت سويتس، ده على طول هيقول لك ان في حاجه مثل يعني ده انفكشن يا مالجنسي. دي على طول ده طبعا الارمنج ساين. ممكن العيان يجي لك وانت بتفحصه تلاقيه بيل وتوكسيك وفيفرش، وطبعا يعني ممكن يكون عنده الاهل بيقول لك ده بيعيط بالليل، بيسخن بالليل، بيعرق بالليل. على طول افكر في انفكشن او مالجنسي. لو كان عنده الانابيليتي تو بير ويت، مش قادر يمشي، هيبقى ده انفكشن يا انجري. انجري هو مش الطفل ما عندوش مش قادر يعبر عن نفسه، فده ممكن يكون واحد مش قادر يمشي ده انفكشن او انجري. لو العيان ده جاي عنده باك بين او ابدومينال بين مع الهيب بين وعنده الانفيدينوبسي، لازم افكر في مالجنسي. يبقى احنا عندنا الريد فلاجز هي الارمنج ساين لثلاث حاجات: الانفكشن، المالجنسي، واذا كان في انجري. ودي حاجه مهمه قوي لازم نحطها ان كونسيدريشن. عشان كده الهيستوري بتاعنا مع العيان والكلينيكال البرزنتيشن مهمه تتحط ان كونسيدريشن. هنا لما بنشوف الابيديميولوجي بيدريك هيب بروبلمز، بنلاقي ان 77% من حالات الهيب بروبلمز ان بيدريك ايدج جروب ترانزنت سينوفايتس. عشان كده احنا قلنا بنركز عليها، هي موضوع بسيط وبيخف بسرعه وملوش توابع، لكن مشكلته ان انا لو ما حطيتوش في بالي هدخل العيان في متاهات من الانفستيجيشنز احنا مش ما تلزمناش، وهخلي الاهل يبقوا قلقانين. ف 77.4% من البيدياتريك هيب بروبلمز ار ديو تو ترانزنت سينوفايتس. السليبت كابيتال فيمورال ايفيسس 8.5%، بس السليبت كابيتال فيمورال ايفيسس لما نحط جنبنا الايدج ريليتد هنلاقيه ان بيجي في الادوليسنت ايدج. الانفكشن طبعا ممكن يحصل في اي ايدج، ده 5.3%. البيرسيس ديزيز ممكن بيحصل في 2.8%، وبرضه لما احط عندي الايدج بتاع من 4 سنين ل 10 سنين. طبعا الاذر كوزز بقى دي بتبقى ايه اللي هي حاجات الرير او فهنا لما نيجي نشوف، يعني هنا لما نشوف ان البريفرنس اوف بيدياتريك هيب افكشن هنلاقيها ترانزنت سينوفايتس. ترانزنت سينوفايتس هي اكتر حاجه، بعديها السبت كابيتال ايفيمورال ديفيسز، بعديها البيرسيس ديزيز. بس هنا لما بنيجي نحط السليبت كابيتال فيمورال ايفيسز هو البريفالنس بتاعه في الادوليسنت ايج جروب، البيرسيس ديزيز بيبقى كومن في من 4 سنين ل 10 سنين. نيجي بقى نشوف حاله بيجي لنا حاله زي كده. 6 year old boy presented with acute groin and thigh pain. acute groin and thigh pain وعنده 5 سنين. pain is worse on walking. بيبقى worse on walking يعني الصبح لما يصحى. refusal to bear weight on the affected extremity usually improves during the day. child can walk with limp later in the day. يعني الطفل ده بيصحى تعبان مش قادر يدوس على رجله، لكن بعد شويه بيتحسن وبيقدر يدوس على رجله. يعني ده اللي احنا قلنا عليه ان الطفل اللي هو الاكتيفيتي ليفل مهمه. هنا الاكتيفيتي ليفل بتاعته ما تاثرتش لانه هو صحي تعبان مش قادر يدوس على رجله اول ما صحي، ومش لكن بعد كده كان بي ايبل تو ايه تو ووك
فهنا لما اجي افكر في حاله زي كده، احنا قلنا هنربط هنا الهيستوري والايدج واقول ايه الكوزس. يعني اللي عنده 5 سنين ده وبيصحى الصبح تعبان ومش قادر يدوس على رجله، لكن بعد شويه قدر يدوس على رجله عادي وبقى كويس، يبقى الديفرنشال دايجنوزز بتاعه في الايدج جروب 5 سنين. احنا قلنا اهم حاجه هنا الفانزن سينوفايتس، السن ده ممكن يبقى بيرسيبتك ارثرايتس بالديفرنشال دايجنوزز، ممكن يكون نون اكسيدنتال انجري، ممكن يكون رير كوزز. ده هنا الطفل ده في المرحله دي ممكن يكون حاجه من دول، هو عنده بيصحى عنده بين، والبين ده بيخليه اول ما يصحى مش قادر يدوس على رجله لكن بيتحسن مع الوقت، ده ممكن يكون حاجه من دول، دي حاله. طيب انا بقى ايه ترانز؟ احنا قلنا الكومن كوز في المرحله ممكن يكون ترانزنت سينوفايتس او سيبتيك ارثرايتس. طيب ايه ترانزنت سينوفايتس اوف ذا هيب؟ ترانزنت سينوفايتس اوف ذا هيب ده A common cause of hip pain and limping in children. ده حاجة شفناها، شفنا الدلائل بتاعتها. The boys are affected 2 to 4 times as often as girls. Commonly occur about 2 weeks after viral illness, especially in the upper respiratory tract. ده بيبقى دايما الطفل ده ممكن يكون عنده viral infection in the upper respiratory tract. ممكن لما بيجي لك دي برضو، طبعا لما انت بتحط الدياجنوزس بتسال الاهل، كان عنده سخونيه، كان بيكح، كان يعني بيعطس قبل كده، لكن دي ده كله ده كلام ثيوريتيكال. هو ده كلام ده كومن كوز اوف بين بالبويز مور ذان جيرلز، ممكن يكون ديو تو فايرال انفكشن. الايتيولوجي بتاعه ممكن يكون فايرال انفكشن زي ما قلنا، لكن ممكن يكون تروما، ممكن يكون اليرجيك رياكشن، ممكن يكون الـ early stage of Peyer's disease. الـ early stage of Peyer's disease هنا الباثولوجي بتاعه هنلاقي زي ما بيحصل swelling of the synovial membrane around the tissues around the hip joint swollen. The synovial brain بيبقى inflamed or swollen. احنا شايفين في الصورة هنا السهم بيساوي بيشاور على synovial membrane، بيبقى inflamed synovial membrane وبيبقى swollen synovial membrane وبيبقى فيه mild effusion. ده بيبقى ده الباثولوجي بتاعه. هو بيحصل بيري ارتكولار افكشن لكن ما بيحصلش ارتكولار افكشن خالص. ادي الترانزنت سينوفايتس، ادي الفرق. هنلاقي هنا الصوره اللي واضحه قوي ان في swelling في او في effusion في الجوينت وفي swelling of the synovial membrane. ده الباثولوجي، وعشان كده اسمه ترانزنت. ترانزنت يعني دي حاجه هتحصل وهتخف، يعني مش هتستمر بعد كده. طيب الكلينيكال برزنتيشن بتاعه ايه بقى؟ الكلينيكال برزنتيشن بيبقى هيب بين زي ما قلنا. الهيب بين ده بيبقى رابيد اونست ويبقى جروين او ثاي او ني بين. بيجي الطفل اهله جايبينه يقول لك ده امبارح كان كويس وراح المدرسه ورجع ونام وصحي مش قادر يدوس على رجله. صحي مش قادر يدوس على رجله، يعني حاجه اوف رابيد اونست، وهيبقى عنده طبعا ممكن يكون طفل مش عارف يعبر، هيبقى جروين او ثاي، جروين ثاي اند ني بين. هيبقى ممكن يكون جايب ليمبنج، يقول لك الطفل ده بقى له كام يوم بيزك يا دكتور، وطبعا بينفول ليمبنج اللي هو الانتالجيك. ممكن يكون في الطفل الصغير بيبقى جاي يقول لك ده عمال يعيط من غير سبب، اللي هو في السمول بوي بيبي بيبقى ابنورمال كراينج. يعني لو جيب سن سنه ونص او سنتين طفل مش عارف يعبر بيبقى ده ابنورمال كراينج. ممكن تكون في سلايد فيفر، بس غالبا الحالات دي ما بيبقاش معاها فيفر. السلايد فيفر يعني تبقى الحاله 37 ونص 37 و8 شرط، لكن مش فيفرش، يعني ممكن less common finding اللي هي السلايد فيفر. لو لقيت الفيفر عاليه يبقى ده غالبا مش ترانزنت سينوفايتس. يعني لو جالك طفل بالرابيد اونست اوف بين وفي بينفول ليمبنج وكل المانيفستيشن فيه وحرارته عاليه قوي يبقى ده غالبا مش ترانزنت سينوفايتس. هنا الكلينيكال اكزامينيشن ده طبعا البرزنتيشن بتاعه اللي اهله جايبينه، لكن الكلينيكال اكزامينيشن بنعتمد على 3 حالات. ولان هو نايم بص على رجله هتلاقي رجله الافكتد اطول من الرجل الثانيه. ليه؟ لان عنده ابدكشن ديفورمتي. الابدكشن ديفورمتي دايما بيعمل بيلفيك تلت، بيعمل بيلفيك تلت، والبيلفيك تلت بيبقى بيخلي الرجل في الريستنج بوزيشن اللي هو الابدكشن اكستندر روتيشن. هتلاقي رجله ابدكتد، هتلاقيها ابارنت لينسنج، هتلاقي رجله اللي فيها البين اطول من الرجل الثانيه. الرجل الاطول دي سببها ايه؟ سببها ان ده فولس ميجرمنت نتيجه الابدكشن ديفورمتي. هتلاقي ابارنت لينسنج ذا افكتد ليم، ودي فيري فيري امبورتنت كلينيكال ساين بتشوفها باي اوبزرفيشن باي انسبكشن.
بعد كده ممكن هتلاقي عنده ابدكشن ديفورميتي، هتلاقي الانتيريور ايليك سباين بتاعت الافكتيف ليمب لور عن عن النورمال، وهتلاقي في ماركت ليميتيشن اوف اول موفمنت، ودي نتيجه السبازم. البين عامل سبازم، ففي ماركت ليميتيشن اوف موفمنت، ده مش ميكانيكال ليميتيشن، ده نتيجه المسل سبازم اللي حصل من البين، والبين ده حصل من الانفلاميشن والريتيشن بتاع السانوفيال ميمبرين. طيب هنا شخصناه كلينيكالي، طيب هنعمل ايه انفستيجيشنز؟ هنعمل اكس راي. الاكس راي هشوف هتلاقيها يا نورمال يا فيها بيلفيك تلت، دي حاجه. بعد كده هعمل اي اس ار، وده طبعا يعني دي روتين انفستيجيشن. هعمل السي ار بي وال سيل كاونت عشان اشوف اذا كان في انفكشن ولا لا. احنا قلنا ده فايرال او ممكن يكون اليرجيك يعني، لكن لازم اعمل الحاجات دي عشان اشوف اذا كان في اكتيف انفكشن ولا لا. احنا قلنا هنعمل ايه في الاول خالص؟ قلنا الكلينيكال اكزامين هيستوري، كلينيكال اكزامينشن، الايمجينج، واللاب اف نيسيسري. طيب هل احتاج اعمل حاجه ثانيه؟ ممكن اعمل الترا ساوند. انت اعمل الترا ساوند هعمله لو الحاله ريزيستنت، يعني الالترا ساوند او البون سكان بعملهم لو الحاله بعد اسبوعين او بعد 10 ايام ما تحسنتش، لكن مش من الاول، لان احنا بنعتمد في البيدياتريك ايدج جروب على الكلينيكال والستاندرد انفستيجيشنز اللي هي البلين اكس راي واللاب لو كنا محتاجينه. يعني لو انا بعالج حاله ستيبد ابر فيمورال ابيبسيس مش محتاج اعمل لاب انفستيجيشنز، لكن هنا عشان انا بقول ان ده فايرال انفكشن، ممكن يكون بكتيريال، ممكن يكون الرجيك، فمحتاج اعمل اللاب، لكن مش في كل حالات، لكن لازم اعمل اكس راي عشان تو اكسكلود ان يكون في انذر باثولوجي. فهنا دي الحاجات اللي احنا، لكن الالترا ساوند والبول سكان مش محتاج اعملهم الا لو الحاله استمرت اكتر من اسبوع. يعني ما يجيلكش عيان انت حطيت بروفيجنال دياجنوزس ترانزنت سينوفايتس وبعده يعمل ام ار اي، هلاقي ايه في الام ار اي؟ الالترا ساوند يقول لك ان في افيوجن. طب هل الافيوجن ده وصلك لفاينل دياجنوزس؟ لا. فهنا الحاجات اللي انا هحتاجها بعد كده اعملها 2 ويكس افتر لو العيان ريزيستنت خالص ما بيتحسنش وبيسوء. لكن الثلاثه انفستيجيشن او الانفستيجيشنز الاولانيه البلين اكس راي واللاب انفستيجيشن اهم حاجه فيها الاي اس ار والسي ار بي والهواد سيل كام. دي اشعه، عملنا اشعه، الاشعه دي شايفين فيها ايه؟ لما نبص على الاشعه هلاقي ان احنا دايما لما بنبص على الاشعه ببص على البون كواليتي والالاينمنت وبعدين اشوف الباثولوجي. يعني دايما الرولز بتاعت ان انا اقرا اشعه بشوف الالاينمنت والبون كواليتي وبعدين اتكلم اذا كان في باثولوجي ولا لا. هنا انا شايف ايه؟ شايف في بلفيك اوبليكتي، بلفيك تلت، يعني هنا واضح ان في بلفيك تلت. ممكن الاقي سلايت وايدنج اوف ذا جوينت سبيس، لكن دي مش حاجه في الايرلي ستيج مش هلاقيها، لكن واضح هنا ان في بلفيك تلت عند بلفيك اوبليكتي، واضح ان في بلفيك اوبليكتي. دي اشعه ثانيه برضو هنلاقي فيها بلفيك تلت برضو. ديفرنشال دياجنوزيس بتاع ترانزنت سينوفايتس لو انا شخصتها هيقول ايه؟ ممكن يكون early stage of Peirce's disease، بس في البدايه يعني لازم يكون تشخيص ترانزنت سينوفايتس واضح. انفلاماتوري ارثرايتس ممكن، سليب دور فيمورال ابيبسيس لو العيان سنه كبير سنه 11 12 سنه، او early TB. طبعا دي حاجات مش كومن قوي لكن لازم احطها in consideration. احطها in consideration امتى؟ هنشوف دلوقتي. هنا التريتمنت بتاع ترانزنت سينوفايتس اوف ذهب، اول حاجه in the majority of cases the problem will resolve within few weeks. احنا دي اتفقنا عليها تخف في خلال اسبوعين بالكثير قوي، يبقى دي اهم. لما يكون ده فاكت انا عارفها يبقى اول حاجه هعملها في التريتمنت reassurance of the parents، لازم اطمن الاهل الحاله دي هتحتاج متابعه. وبعد كده هنشوف لو الحاله زادت هيبقى في موضوع، هتبقى يعني مش هقول لهم كويسه وروحوا، لا هقول لهم الحاله دي ممكن يكون التهاب مؤقت، والالتهاب المؤقت ده ممكن يخفف خلال ايام او اسابيع، لكن لو استمرت الحاله على كده هنعمل فحوصات اخرى. يبقى دي اهم حاجه. تاني حاجه كومبليت ريسك، تقريبا العيان ده بيستجيب من ثلاث ايام لاسابيع، يعني ممكن العيان ده تديله علاج ويروح بعد ثلاث ايام يجي يقول لك ده انت علاجك سحري يا دكتور. ده لا، هو ده السيكونس بتاع الحاله.
انك بتدي له راحه من 3 ايام لغايه اسبوعين، بعد اسبوعين ما تحسنش هبتدي افكر في حاجه تانية. بعد كده ايه الحاجات اللي بديها له؟ مش هدي له انتي بايوتكس الا لو كان في اليفيشن السي ار بي واضح، مش في 6 تبع 7 او 6 تبع 8، لا يعني في significant elevation of CRP. لكن لو هو ما عندوش significant elevation of CRP هديله باراسيتامول او ايبوبروفين. وغالبا الاطفال دول بيكون عنده upper respiratory tract infection قبل كده، بتيجي امه بتقول لك ان هو كان بياخد انتيبيوتيك من اسبوعين، لكن هنا ما فيش رول للانتيبيوتكس الا لو في significant elevation of CRP. وبعد كده فولو اب. اهميه الفولو اب بقى، الفولو اب الشايلد ماست بي اكزامند اند اسيستد. لو فيفر يبقى هو التشخيص ده ما كانش هو الايديال، او اذا كان سويل او جاله مانيفيستاشن بقى حصل له سويلنج او ريدنس في الجوين، او اذا كان البيل بقى ريزيستنت او از نوت ستارت تو امبروف ويذين 10 دايز، يبقى معنى كده ان احنا عندنا مشكله مش ترانزنت سيرفايس. يبقى اهميه الفولو اب ان العيان ده لازم لما تخرج العيان ده من عندك من العياده او من المستشفى يقول له هو اتحسن، بس لازم نتابعه لمده اسبوعين كمان. لو حرارته زادت اول او ظهر ورم او ظهر صعوبه في او وجع زاد تاني، يبقى لازم بقى هنا هنعمل بقى الفيردر انفستيجيشنز اللي احنا قلنا عليها. يبقى اهم حاجه في التريتمنت بتاع الحاله دي زي ما قلنا التريتمنت هنا هي الري اشورنس، عشان احنا عارفين السيكونس بتاع المرض، الريست والبين كيلر والفولو اب. اهم حاجه هو الفولو اب عشان دونت ميس ان يكون حاجه تانية. فده مهم قوي ان الفولو اب ده الموست سيجنيفيكانت ايشو في التريتمنت بتاع ترانزنت سينوفايتس. ده خلصنا ترانزنت سينوفايتس. هيجي لك عيان تاني عنده 5 سنين برضو، العيان ده جاي عنده بيرسيستنت بريزنت انترميتنت ني اند جروين بين، عنده انترميتنت ني جروين بين. اهله جايين يقول لك يا دكتور هو عنده شويه وجع، لكن وجع ده مش جامد، وعنده مشيته بقت مش طبيعيه. يعني ده واحد جاي عنده 5 سنين ما عندوش وجع جامد ومشيته مش طبيعيه، ده نوع من العيانين. في نوع تاني ممكن يجي لك برضه في السن من 5 ل 7 ل 8، عنده بين سليم، وفي الوقت نفسه البين سليمبنج ده بقاله 3 اشهر وعمال يزيد مع الوقت، والعيان ده ما عندوش اي مشاكل في الرينج اوف موشن. فهنا 2 عيانين بيجوا لك في سن من 5 ل 7. احنا قلنا الايدج ده مهم قوي، عشان كده احنا ابتدينا بالترانزنت سينوفايتس ده اللي هي الكومنست كوز اوف بروبلمز، هي بروبلمز في السن من هي من 5 ل 10 سنين. لكن هنا بقى ممكن في السن ده بتاع 5 7 اللي احنا قلنا فيه نمره 1 ترانزنت سينوفايتس، نمره 2 البيرسيس ديزيز، هيجي لك واحد عنده بين بس البين مش جامد قوي، يعني عنده بين بسيط وبيقدر زي ما قلنا الاكتيفيتي ليفل بتاعته عاديه. هيجي يقول لك الولد ده عنده وجع وبعدين مشيته بقت مش طبيعيه، لكن بيروح المدرسه بيلعب كوره، بيخرج مع بيلعب مع اصحابه في الشارع في البيت في النادي. فده ده نوع يعني عنده بين وعنده ليمبنج، لكن الاكتيفيتي ليفل بتاعته مش افكتد قوي. في واحد هيجي لك ما عندوش بين لكن عنده ليمبنج، مشيته مش طبيعيه بقى لها 3 اشهر بس ما عندوش بين. فالاثنين دولت لما انا اسمع الهيستوري من الاهل وقدامي طفل عنده 5 سنين 7 سنين 8 سنين، يبقى اول حاجه يعني اول حاجه هتروح لي هنا في الكلام ده هتبقى البيرسيس ديزيز. الترانزنت سينوفايتس البين بتاعه اكيوت وسيفير، وبيبقى يعني العيان كان امبارح كويس النهارده تعبان، هنا ما عنديش بين خالص، ما عنديش بين جامد، العيان جاي يا اما بمايلد بين يا اما بليمبنج، ده غالبا بفكر في بيرسيس ديزيز. ايه بقى البيرسيس ديزيز؟ البيرسيس ديزيز ده نعرف الديفينيشنز دي مهمه قوي عشان هي دي اللي هتفهمنا التريتمنت. هو ايديوباثيك نون انفلاماتوري سيلف ليميتنج فاسكولار نيكروزس اوف ذا فيمورال هيد. نقف عند سيلف ليميتنج. سيلف ليميتنج يعني الباثولوجي هيبتدي هيجو ثرو 4 باثولوجيكال ستيجز وهينتهي ان سيرتن تايم. التريتمنت اللي انا هديه ملوش علاقه بالباثولوجي، التريتمنت اللي هديه هو بيبروتكت الفيمورال هيد زي ما هنشوف، لكن هو سيلف ليميتنج ديزيز. احنا كنا في مرحله زمان في الثمانينات كان طلعت يعني حكايه الايه بمصر بيديكال جرافت وان احنا نعمل ريفاسكولاريزيشن، وعملناها كتير في بنها العمليه دي، لكن طلع ان الكلام ده مش ايديال، لان احنا هنا
احنا الباثولوجي الريال باثولوجي بتاع البيرسيز ما كانش واضح قوي في التوقيت ده، ان كانوا متخيلين ان الفاسكولار نيكروزس لما انا احط اعمل اديشنال بلاد سبلاي هحصل، لا ده هي الفكره ان ده سيلف ليميتنج، يعني هو ما فيش عمليه هتغير الباثولوجي، هي العمليه بتحمي الفيمورال هيد زي ما هنشوف. فدي المهم قوي، ان ما فيش عمليه هنعملها هتغير الباثولوجي بتاع البيرس ديزيز، هو سيلف ليميتنج ديزيز. ليه اسامي كوكسابلانا سودوكوكسالجي اوستوكونتاكت جوفينيز، دي اسماء فكرز الى تشيلدرن بتوين 3 اند 10 ييرز اولد والميل تو فيميل 5 تو 1، ده حاجات ثوابت. 10 ل 15% ممكن يكونوا بيبتدي بيكون عنده بايلاترال افكشن. هو ايه الباثولوجي؟ الباثولوجي احنا هنشوف الصوره دي، الفيمورال هيد بيجي لها بلاد سبلاي، البلاد سبلاي بتاع الفيمورال هيد بيجي من ثلاثه سورسز، من الليجامنت انتيريس ومن الريتناكتور فيسلز ومن الميتافيزيال بلاد سبلاي. فالسن من 3 ل 10 بيبقى البلاد سبلاي بيجي من تو سورسز، فلو حصل انكريس الانتر ارتكولار بريشر بيحصل او يحصل او في لوكال باثولوجي حصل ايفاسكولار نيكروزس من الفيمورال هيد. اللي هيحصل ان الفيمورال هيد احنا شايفين الفيمورال هيد او الاسوفيك نيوكلس اللي هي شايفين الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت. الصوره اللي فوق ده نورمال، البلاد سبلاي كويس. الاسوفيك نيوكلس اللي هي اللون البامبا ده هو ده الاسوفيك نيوكلس، وبص حواليه الكارتج هو الازرق ده الكارتج. فاللي بيحصل ان الجزء البلاد سبلاي ماشي كويس، والكارتج بيبقى بياخد النيتروشن بتاعته من السيلولر ممبرين كويس، والدنيا ماشيه حلو. لما بيحصل ايفاسكولار نيكروزس بيحصل نوع من الايه الدس للاسوفيك نيوكليس، بيحصل فيها الباثولوجي بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وده يعني ده اللي بيحصل في شكل ادي النورمال هيد، بتبقى هنا في الايفاسكولار نيكروزس الاسوفيك نيوكليس بيبقى بيحصل فيه فلاترنج وفي انكريس دنسيتي، لان نتيجه حصل ان في بون نيكروزس، يعني هنا في بون نيكروزس. فلما نشوف الصورتين دولت، هنا الارتيكولار كارتج سليم هنا والاسوفيك نيوكليس كويسه. لما بيحصل الفاسكولار نيكروزس الاسوفيك نيوكليس بيحصل فيها فلاترنج وانكريس دنسيتي، والكارتلج بيفضل زي ما هو عشان بياخد النيتريشن بتاعته من السينوفيال ميمبرين. طيب الفور باثولوجيكال ستيج في بيرسيس ديزيز دي هتفهمني التريتمنت. في اول ستيج بيبقى فيه انيشال نيكروزس، البلاس سبلاي تو فيمورال هيد از ديسربتد، هيحصل نوع من الايه البون سيل ديس، وبيحصل نوع من النيكروز زي ما احنا شايفين كده. دي اول ستيج. دي الستيج الثانيه الفراجمنتيشن ستيج، يعني اول ستيج الهيد بلاد سبلاي للسيفيك نيوكليس، السيفيك نيوكليس بيحصل له بيقل، فبيحصل ايفاسكولار نيكروزس. العيان هيجي في الحاره دي عنده انكريز دنسيتي وديكريز سايز اوف ذا فيمورال هيد وايد جوينت سبيس. بعد سنة بيجي بعد كده بعد شهور آسف بيبقى بيجي الفراجمنتيشن. فراجمنتيشن ستيج دي معناها ان هي الستيج بتاعت بداية الايه الريجنريشن، يعني بعد اللي هي بتاخد من سنة لسنتين اللي بيحصل الديد بون بيبقى ريبليسد باي الوفن بون او السوفتر بون. يبقى هنا دي المرحلة التانية، دي اللي هي الفراجمنتيشن ستيج. يبقى لما بيجي لك عيان في الصوره اللي فوق دي الهيد راوندد وكويسه بس فيها انكريس دنسيتي وفلاتن والجون سبيس وايد، ممكن يجي لك بعد 15 اشهر بالفراجمنتيشن زي ما احنا كده. الاهل يفتكروا ان الـ ان الـ ان دي نتيجه لا ده مش ديتيريوريشن، ده بدايه الاصلاح. يعني الفراجمنتيشن ستيج دي بدايه الاصلاح، يعني لما تلاقي الهيد فيها انكريس دنسيتي وفلاتن بس لسه يعني كلها قطعه واحده، ده الانيشال ستيج اوف نيكروزس. لكن بعد سنه او بعد شهور هيجي لك بالمنظر اللي تحت ده في الهيد فراجمنتد، فاهله يفتكروا ان انت لما قلت له روح وتعالى بعد 6 اشهر انك هو ده الفراجمنتيشن، دي بدايه الاصلاح، يعني دي بدايه ان الديد بون بيبقى ريبليسد باي الاوفن بون. بعد كده الستيج الثانيه اللي بياخد ريوسيفيكيشن، ده السترونجر بون بيبتدي يتكون، ودي بتاخد لها فيو ييرز. وبعد كده الهيلد ستيج بقى احنا قلنا هو بياخد تقريبا من لغايه 4 سنين الانيش، يعني زي ما قلنا السيلف ليميتنج. فهو دي الستيج دي المفروض نفهمها كويس قوي. هو اي حاجه لما بتقطع البلاد سبلاي عن اي حته بيحصل فيها سيلولار ديس. سيلولار ديس في البون هيحصل اللي هي الانفاسكولار نيكروزس،
هيعمل انكريز دنسيتي، والهيد هتبقى فلاتند او سمول سايز عشان يعني ايه تطال التنمو. الجوينت سبيس اللي احنا شايفينه واسع ده هو ده الكارتج، يعني ده مش جوينت سبيس، ده مش سبيس، ده هو ده الكارتج، عشان كده اسمها كوكسا ماجنا. فدي الايه الفور ستيجز، ودي لازم نفهمها كويس. الايمجنج هنا في البيرسيس ديزيز البلين اكس راي از ذا موست انفورماتيف، ودي برضو غلطه بنشوفها، ويجي لك طفل 5 سنين بتبعته يعمل ام ار اي. لا، الانفورماتيف ستيج الموست انفورماتيف هي البلين اكس راي زي ما هنشوف دلوقتي. الالترا ساوند والام ار اي امبول سكان هحتاج لهم امتى؟ انفورماتيف فاليو في حالات لو ايرلي دايجنوز، مش يعني مش قادر، يعني ممكن يكون ده في الريتابل هيب في الستيج بتاع بعد اسبوعين ثلاثه والعيان ما خفش من الترانزنس سينوفايتس، وده في الايرلي ستيج، او في فور ديفرنشال دايجنوزيس. يعني لو انا مش لو انا ما شخصتش بيرسيس ديزيز، يعني لو انا مش لاقي الفول اكس راي بيكتشر بتاعت البيرسيس ديزيز، بحتاج اعمل الاذر انفستيجيشنز. ودايما عايز اقول نصيحه، ما تطلبش انفستيجيشن غير يعني اذر ذان البلين اكس راي الا لما تبقى عارف انت بتطلبه عشان عايز تشوف ايه. يعني دايما لما تقول انا عايز اعمل ام ار اي، بتقول عايز اعمله عشان عايز اشوف 1 2 3 لقيته او ما لقيتوش، لكن ما بعتوش يعمل ام ار اي وخلاص او بون سكان وخلاص. هنا البلين راديوجرافي في البيرسيس ديزيز ريكوايرد تو كونفيرم دايجنوزيس، انت شخصته من الكلينيكال، هي بتعمل بلين اكس راي تو كونفيرم دايجنوزيس عشان تعرف الستيج اوف ذا ديزيز. وبعدين الشايلد ديزيز كان اكسبكت تو هاف ا سيريال سيفرال اكس رايز تيكن اوفر ذا كورس اوف ذا تريتمنت ويش مي بي 2 ييرز، يعني الكورس تريتمنت بتاع البيرسيس بياخد سنتين. فهنا وبعد كده as the condition progresses اكس رايز اوفن لوك وورس بيفور جراديوال امبروفمنت از سين. زي ما شفنا النقطه دي مهمه قوي، انت لما زي ما قلنا لما بنشوف الاشعه واشوفها في الفراجمنتيشن ستيج، فراجمنتيشن ستيج بيتهيأ لي ان دي ان ده حاجه وحشه، لا ده دي الصوره اللي قدامنا دي فراجمنتيشن ستيج. هنا العيان مش الحاله دي مش هي تبدو للاهل العيان ان او تبدو لحد مش متخصص ان الحاله اللي كانت راوندد وفلات وفيها انكريز دنسيتي قطعه واحده بقت فراجمنتد، ان ده ديوريشن، لا ده مش ديوريشن، ده بتاع ده بدايه الجراديوال امبروف. الحاجات دي كلها هقدر اخدها من ام ار اي او من سي تي او من بون سكان؟ لا، يعني كل الحاجات اللي انا باخدها تو دايجنوز تو اسيس تو اشوف البروجريس بتاع الديزيز مش هقدر اخدها الا من البلين اكس راي. يبقى دي الفاليو اوف بلين اكس راي، انها تو كونفيرم دايجنوزس عشان اقدر اعمل ديترمين الستيجز، وطبعا بحتاج اعمل سيريال اكس رايز على طول. طيب ايه بقى الراديولوجيكال فايندنجز اللي بتقول لي في بيرسيس ديزيز؟ اول حاجه وايدنج اوف جوينت سبيس. الوايدنج اوف جوينت سبيس ودي حاجة مثلا بتسألها ساعات في امتحانات الام دي، الوايدنج اوف جوينت سبيس ده ايه سببه؟ لا، هو سببه ان بيحصل الكارتلج نفسه هيحصل فيه هايبرتروفي نتيجة ان هو بياخد نيوتريشن من السنوفل ممبرين. الجوينت سبيس الوايد ده هو الهيد، الكارتلاجينس بارت بتاع الهيد، عشان كده اسمه كوكسا ماجنا، يعني الهيد هنا بتبقى كبيرة. بعدين بتلاقي سايز اوف ذا فيمورال هيد اللي هو اللي احنا شايفينها في الصورة اللي فوق، السايز قل نتيجه ان في يعني الاوسيفيك بارت بتاع الهيد، الهيد هنا جزئين، جزء اوسيفيك وجزء كارتلاجينس. الجزء الاوسيفيك البلد سبلاي بتاعه اتمنع، فحصل فيه الايفاسكولار نيكروزس، ابتدى يبقى فيها انكريز دنسي وفلاتنينج، وبالتالي بقى حصل ريدكشن ان سايز. فبلاقي في الايرلي ستيج بلاقي الهيد فيها انكريز دنسي، فيها فلاتنينج، وفيها ديكريز ان سايز. ده في الايرلي ستيج. بعد كده ممكن اشوف اذا كان في لاترال سبلكسيشن ولا لا، هلاقي في برودنج اوف ذا نيك، وفي الاقي في ميتافيزيال تشينجز. لكن الحاجات الفيري امبورتنت في الدايجنوزس في البيرسيس ديزيز هي الهيد بتبقى انكريز دنسيتي فلاتند وسمول سايز، ممكن تبقى لاترال سبلكسيد زي ما شايفين في الصوره، لكن بقى البرودنج اوف ذا نيك والميتافيزيال سيست دي عشان انا بلاقي في امراض ثانيه بتخش في الديفرنشال دايجنوزيس بس مش مجالها النهارده، زي الديسبليزياز بتبقى بايلاترال، ما بلاقيش فيها الكلام ده، بلاقي فيها بس الهيد فيها انكريز دنسيتي وخلاص. لكن دي الحاجات الراديولوجيكال فايندنج بتاعت البيرسيس ديزيز، دي الحاجات اللي احنا بنشوفها في البيرسيس ديزيز. الجريدنج بتاع البيرسيس ديزيز ليه انواع كتيره، احنا بنعتمد على حاجتين،
الكاترال والهيرنج بلاترال بيلر كلاسيفيكيشن. ايه بقى الاثنين دول؟ الكاترال كلاسيفيكيشن نشوف الاكستنت اوف ذا انفولفمنت، يعني الافاسكن كروز ده خد قد ايه من الفيمورال هيد. فهم بيقسموه 4 جريدز، 1 2 3 4 عشان نسهل على نفسنا. 1 افكتنج 1 فورس، 2 افكتنج 2 فورسز، 3 3 فورسز، 4 فول افكشن للهيد. يعني الجزء الانفولفد في الهيد ربع، ربعين يبقى نص، ثلاث ارباع او كومبليت. ده ليه؟ لان لو الانفولفمنت بتاع الهيب اكتر من 50% لها رول في التريتمنت، في البلاننج اوف تريتمنت. فهنا الاكستنت اوف ذا انفولفمنت هو هنا بيقول لي الانفولفمنت هنا واخد اقل من 50%، يعني جريد 1 و2 ده 50%، 3 و4 فوق 50%. دولت اهميتهم ايه؟ ما هو ده حصل خلاص، واحنا قلنا ان البيرس ديزيز ده سيلف ليميتنج، انا ماليش دور في اي حاجه. فهنا اللي حصل حصل، لكن هستفيد من التقسيمه دي في ايه؟ لما يجي لي جريد 3 و4 هقول رايي، ولما يجي لي جريد 1 و2 هقول رايي، هنشوفهم بعد شويه. اللاترال بيلر كلاسيفيكيشن دي بتعتمد على الهايت اوف لاترال بيلر، اللي هو اللاترال زون ابيفيس. يعني شايفين الصوره اللي فوق خالص دي، اللاترال سيجمنت اوف ذا بوني ابيفيس هيبقى ده النورمال هايت. جروب ايه النورمال هايت؟ زي ما هو اللاترال ابيفيس زيه زي النورمال، لازم هكمبير مع النورمال. جريد بي بيبقى 50 في اراوند 50%، جريد سي اكتر من 50%، الهايت اقل. طيب هم قسموها بي البي وبي سي، بي اللي هي لسه 50% وسي اللي هي تقريبا اراوند 50% كولابس. يعني هنا عشان نسهل على نفسنا، اللاترال بيلر ده بيقول ايه؟ اللاترال سيجمنت بتاع الهيب كومبريسد ولا لا؟ لو كان كومبريسد هيبقى كومبريسد قد ايه؟ فلو هو جروب ايه الهايت بتاعه زي النورمال، يبقى ده ما حصلش فيه كومبريشن، او الهايت ما حصلش. لو سي اكتر من 50%، لو بي وبي سي ده اراوند ال 50%. هنشوف الصوره دي. الصوره الاولانيه اللي على الشمال هنا الهايت كطبيعي، يعني لما اجي اقارن اللاترال بيلر بتاع الصوره دي هلاقيه جروب ايه. الاثنين اللي بعد كده جروب سي، يعني معنى كده ان في ديبريشن للايه لللاترال بيلر، يعني في كولابس. طب ايه فايده الكلاسيفيكيشن دي؟ هتقول لي ايه الفايده الاولانيه بتاعت الكاترال؟ بتقول لي الانفولفمنت قد ايه، دي بتقول لي في كومبريشن على الهيد ولا لا، وفي حصل في ستراكشر تشينجز ولا. لما الاقي الهايت قل يبقى حصل في ستراكشر تشينجز في البون، دي لها بروجنوستيك فاليو. يبقى هنا الكلاسيفيكيشن بتاعت البيرسز ديزيز اللي هي الهيرنج لاترال بيلر والكاترال، هم دول احنا عندنا اربعه كلاسيفيكيشن دول مهمين قوي. يعني في التومسون، تومسون دي عشان ايرلي دايجنوزس، لكن هنا الهيرنج واللاترال بيلر الهيرنج والكاترال كلاسيفيكيشن بيقولوا لي حاجات هستفيد بيها في الديسيجن ميكنج او في البروجنوز. فهنا الكاترال اللي هو الديجري اوف الانفولفمنت، ودي لان انا بقول اقل من 50% ليها كلام واكثر من 50% ليها كلام في التريتمنت. الهيرنج بتقول لي اذا كان في تشينجز حصلت في البون ولا لا، اللي هي اللاترال بيلر. الهايت لما يقل معناه ان حصل في كومبريشن على اللاترال بيلر، يعني الجزء العظم قلت. الجزء ده لما هيقل مش هيرجع تاني يتكون، بس يبقى ده معناها ده هيديني بروجنوستيك فاليو هنشوفها دلوقتي. هنا بقى الهيدت ريسك ساينز دي اهم حاجه في الديسيجن ميكنج. بقى احنا الاول بنمر بتشخيص البيرسز ديزيز اكس راي في ثلاث مراحل. الاول حاجه بقول بيرسز ولا لا بالكلام اللي احنا قلناه في الاول، اللي هو الجين سبيس وايد، الهيد بتبقى انكريس دنسيتي وفي فلاتنينج. ده الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاول. بعد كده بقول الاكستنت اوف ذا انفولفمنت بالكاترال، وبعد كده بشوف اللاترال بيلر اشوف فيه ستراكشرال تشينجز في الهيد ولا لا. خلصنا وتاكدنا من ده الجزء بتاع الاسسمنت. طب الجزء بتاع التريتمنت بقى بشوف هيدت ريسك ولا لا. هنا يعني ايه هيدت ريسك؟ نفهم الموضوع. الهيد بتاعت البيرسز ديزيز كبيره عشان كده اسمها كوكسا ماجنا. الهيد كبيره، فلما بتكبر بتخرج بره الاستابلم، فلما بتخرج بره الاستابلم بيبقى بيحصل نوع من اللاترال سبلكسيشن. فده انديكيتد ايه؟ ان الهيد ما بقتش كونسنتريك في الاستابلم. طول ما الهيد كونسنتريك في الاستابلم مفيش مشكله، لما بتخرج بره الاستابلم هتحصل تشينجز. فهنا لما الاقي لاترال سبلكسيشن يعني او لاترال اكستروجن اوف ذا هيد ده باد ساين.
لما الاقي فيه كالسيفيكيشن لاترال ابيفيسز زي في الصوره اللي فوق، كالسيفيكيشن ده الكالسيفيكيشن ما بيحصلش الا في الكارتج، فلما الاقي كالسيفيكيشن لاترال تو ذا ابيفيسز معناها ان في كالسيفيكيشن في الكارتج، معناها ان الجزء اللي فيه الكالسيفيكيشن ده كارتلاجينس. او الاقي الجروس بليت هوريزونتال، جروس بليت دايما فيها اوبليكتي حوالي 30 درجه، هنا لما الاقيها هوريزونتال يبقى معنى كده ان الهيب دي ابتدت تبقى ايه، تحاول تخرج من الاستابلو. دي اول اهم ثلاث حاجات في الهيدا ريسك ساينز، اللاترال سبلكسيشن او اللاترال اكستروجن، الكالسيفيكيشن لاترال تو ذا ابيفيسز، او الهوريزونتال كروس بليت. دولت الموست امبورتنت. ممكن الاقي كيدج ساين وميتافيزيال سيست، دولت بيقولوا ان في ان هنا الاكتيفيتي اوف ذا ديزيز عاليه، لكن مش هيفيدوني في التريتمنت في حاجه. هنا لما نشوف الاشعه دي، الهيد هنقول ليه بيرسز ديزيز الاول، يعني ناخدها واحده واحده. ليه بيرسز ديزيز؟ الهيد فيها انكريز دنسيتي وفلاتنينج، الجوينت سبيس وايد، يبقى ده الميتافيزيس برود، يبقى ده ليه بيرسز ديزيز. طيب بعد كده الاكستنت اوف ذا انفولفمنت، هنا كاتريل اربعه، اللاترال بيلر هنا لما نيجي نقارن اللاترال بيلر هنا، اللاترال بارت بتاع الهيد هنا مع النورمال، هيقول ده تقريبا 50%، يبقى ده بي، يبقى ده الكاتر اللاترال بيلر جريد بي والكاتريل جريد 4. يبقى هنا انا شايف الهيد ريسك ساينز بقى ايه، في لاترال سبلكسيشن قدامي، في لاترال سبلكسيشن، في كالسيفيكيشن لاترال ابيفيسز، في ميتافيزيال سيست، والجروس بليت هوريزونتال. اهم ثلاثه عندي ايه، اللاترال سبلكسيشن والكالسيفيكيشن والجروس بليت. هنا انا شايف ان في هنا فيها هوريزونتال جروس بليت وفيها لاترال سبلكسيشن، لكن مش واضح ان في كالسيفيكيشن قوي، هو في كالسيفيكيشن بسيط. نيجي للصوره دي، هنا ليه بيرسز نفس الكلام، الهيد فيها انكريز دنسيتي، فيها فلاتنينج، والجوينت سبيس واضح ان فيها وايد جوينت سبيس قوي، معناها ان الجزء الوايد ده كله كارتج. لما اجي ابص السهم الاحمر بيساور على ايه؟ ده لاترال اكستروجن، لاترال سبلكسيشن، وفي كالسيفيكيشن، وفي ميتافيزيال سيست، وفي جروس بليت هوريزونت. الحاجات دي معناها ايه؟ ان الهيد دي مش كونتيند في الاستابلم، مش داخله كويس في الاستابلم. يبقى ده لما اجي اشوف الاكس راي بتاعت الاسسمنت بتاع بيرس ديزيز بيمشي بثلاث حاجات، ليه بيرسز، الجريدنج، وبعدين الهيد ريسك ساينز. الحاجات دي كلها مش هعرفها الا من البلان اكس راي، يعني لو عملت ام ار اي ولا حاجه من دي هتبقى فيها. عشان كده ذا موست امبورتنت ايمجنج للبيرس ديزيز از بلان اكس راي، ولازم ابقى عارف انا بعمله عشان بشوف فيه ايه، بشوف بشخص البيرسز، بعمل له جريدنج، وبعدين بحط الهيد ريسك ساينز. الفور باثولوجيكال ستيج بتاع البيرس ديزيز اللي احنا قلناها، احنا قلنا الانيشال نيكروزس ده بياخد سيفرال مانثس، اللي هو بيبقى زي كده يجي لك العيان بالمنظر ده، انت عيان عنده ليمبنج وما عندوش بين او عنده بين، تعمل له اشعه بتلاقي الهيد على الناحيه اليمين فيها انكريز دنسيتي والجوينت سبيس وايد. لما قارنها عشان كده عمرك ما تشوف اكس راي هيب، لازم تبقى الاكس راي بوث هيبس، بوث هيبس. فهنا هنا الاشعه دي فيها البوث هيبس، العيان عنده مشكله في اللف، في الاشعه اللي على اليمين، هشوف انا شايف ايه فيها. انا شايف الهيد فيها انكريز دنسيتي وجوينت سبيس واضح ريلاتيف وايد، ده الانيشال نيكروزس، ودي بتاخد شهور. هيجي لك العيان الفراجمنتيشن ستيج بتاخد سنتين عامل كده، اهله بقى هيشوف المنظر ده يقول لك يا دكتور ده هتشوف الاشعه باظ، رجله باظ، لا ما باظش، بدايه اصلاح. الفراجمنتيشن ده دي بتاخد سنتين، دي بدايه اصلاح، ولازم تبقى انت فاهم الكلام ده وتقوله للعيان ان الاشعه دي ممكن بعد شهرين او ثلاثه يحصل فيها تغييرات، هتبقى تغييرات يعني الشكل هيتغير، لكن دي بدايه اصلاح، عشان ما يجيش يقول لك انت ليه ما ادتنيش علاج عشان يبقى يوصل لكده. الريوسيفيكيشن بياخد فيو ييرز برضه، بحيث انها تطلع تبقى الهيد اوسيفايد. هنا البيرس ديزيز لو انا شخصته ايرلي في الانيشال نيكروزس، هلاقي فيها انكريز دنسيتي و ديكريز سايز. في الفراجمنتيشن ستيج بتاخد سنتين، يبقى هي الهيد بتبقى سوفت في اول سنتين. في الريوسيفيكيشن الهيد بتبتدي تقوى وتبقى تحصل لها في اوسيفيكيشن، وبعد كده بتبقى هيل. يبقى دي الستيجز اللي انا لازم اعرفها في البيرس ديزيز، هي باثولوجيكال، انا يهمنيش الباثولوجيكال قد ما يهمني الراديولوجيكال. فهنا الانيشال نيكروزس بياخد شهور،
ودي لازم تقولها للعيان لو جالك في الايرلي ستيج، قول له بعد 6 اشهر هتعمل اشعه، هنلاقي فيها تغييرات، التغييرات دي عاديه ما تقلقش، عشان ما لان هو لو راح لدكتور ما مش متخصص يقول له ده الاشعه رجلك رجل الولد باظ، لا هي ما باظتش. المنظر الثاني ده بدايه اصلاح اللي هو الفراجمنتيشن ستيج، هي هتبقى صفه ابتدى الديد بون يبقى ريبليسد باي هيلثي ووفن بون. الريسفيكيشن بتاخد يعني هنا لما نشوف المرحله كلها تقريبا 4 سنين. هنا الراديولوجيكال هنا زي ما شايفين اللي هو سيلف ليميتنج ديزيز، دي حقيقه تاخد لها من 3 ل 4 سنين. الفايف راديولوجيكال ستيجز كان سين ان اكس راي زي ما احنا شايفين كده. ازاي بقى الراديولوجي ده يعني ازاي اقرا الاشعه وازاي اعرف افهم البيرسز؟ اول السكلروزس والكولابس اللي احنا قلنا عليهم دول بيبقى انيشال نكروزس وبتاخد شهور. لما بيجي لك في الفراجمنتيشن ستيج اللي هي دي هنلاقي ان هي ديد بون ريبليسد باي انيشال سوفتر بون، ودي بتاخد ابيريد اوف 3 اب تو 2 ييرز. البون هنا هيبتدي يتكون بس بيبقى سوفت، يعني الفراجمنتيشن ستيج البون بيبقى سوفت. بعد كده ريوسيفيكيشن ستيج بيبقى السترونجر بون ديفلوب، ودي بتاخد لها فيو ييرز. وبعد كده الهيل ستيج خلاص المشكله خلصت. يبقى ده المقصود بكلمه سيلف ليميتنج. هل في تريتمنت عندنا يقدر يغير السيكونس دي؟ لا، لكن يقدر يمنع كومبليكيشنز الحاجات هنا، ده اللي هنشوفه دلوقتي. عشان كده لما بنفهم البيرسز ديزيز از ا سيكونس واز راديولوجيكال فايندنج هنقدر نفهم التريتمنت ونفهم ليه حالات كتير ما بنعملهاش علاج. فده مهم قوي ان احنا نعرفه. ادي حاله مثلا ايه البروجنوستيك فاكتور بقى بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الايدج، بتعتمد على اكستنت اوف ذا انفولفمنت، بتعتمد على اللاترال بيلر، طبعا احنا قلنا اللاترال بيلر ليه مهم قوي، والرينج اوف موشن واللمبلنس ديسكريمنسي، دي كلها حاجات. هنا الايدج الاقل من 6 سنين ما عنده بيبقى البروجنوز بتاعه كويس لانه عند الريموديلنج بوتنشالز عنده عالي. هنا الرينج اوف موشن فيري سيجنيفيكانت، يعني الحاجات دي بقى ايه من اكوردنج للايفيدنس بيزد ميديسن او اكوردنج للجايد لاينز بتاعت الامريكان اكاديمي حطوا الحاجات دي عشان تقول لنا الـ يعني العيان ده ماشي ازاي. العيان اللي انت شخصته قبل سن 6 سنين غالبا هيبقى البروجنوز بتاعه كويس. الرينج اوف موشن فيري سيجنيفيكانت، بيقول لك عيان عنده فيري جود رينج اوف موشن وعنده بيرسز ديزيز جريد في كاتريل كذا هيلي جريد، لكن عنده جود رينج اوف موشن ده فيري سيجنيفيكانت. كل ما كان الرينج اوف موشن كويس كل ما كان البروجنوزس كويس، كل ما كان ليميتد كل ما كان، لان الليميتد رينج اوف موشن ده معناها ان في ميكانيكال فاكتور او في الريتيشن عامل مصر سبازم مانع الحركه. بعد كده راديولوجيكال، طيب الراديولوجيكال يعني احنا هنا احنا كل حاجه ماشيين سيكونس، يعني الايدج ده من الهيستوري، الرينج اوف موشن ده من الكلينيكال، وبعد كده الراديولوجيكال. راديولوجيكال اللاترال بيلر كولابس ده بروجنوستيك، يعني هو كذا بروجنوستيك فاليو فيري سيجنيفيكانت. ازاي؟ جالك عيان اللاترال بيلر يعني اللاترال بارت بتاع الهيد كولابس قوي يعني اكتر من 50% هيبقى البروجنوست بتاعه مش كويس. جالك اللي هو جروب ايه مش افكتد خالص يبقى البروجنوست كويس، يبقى هي از بروجنوستيك ميجر فيري سيجنيفيكانت لكن مالهاش علاقه بالتريتمنت. اللاترال كالسيفيكيشن سيجنيفيكانت التريتمنت بلان، يعني لو لقيت لاترال كالسيفيكيشن او لقيت ريبلاكسيشن يبقى ده فيري سيجنيفيكانت، يبقى دولت فيري سيجنيفيكانت. عشان كده لما اشوف اشعه بيرسز ديزيز اول حاجه اشوفها فيها بعد ما اشخصه بيرسز هل في لاترال سبلاكسيشن او لاترال اكستروجن ولا لا. الاكسبت اوف ذا نيكروز اللي هو الكاتريل سلايت سيجنيفيكانت، يعني مش هيفيدني قوي لان الاهم منه هم الاثنين اللي قبليه، لكن هو ممكن يكون ليه امباكت لكن مش بالصوره القويه قوي. يبقى دي الفاكتورز اللي افكت الاوت كم اوف بيرسز ديزيز. بقى التريتمنت اوبشن بتاع بيرسز، احنا دلوقتي شخصناه وعملنا له اسسمنت، هنيجي بقى نفكر في التريتمنت. هنا نقرا الحاجات دي مهمه قوي. تريتمنت از تشالنجينج ويز ا وايد ايج رينج برزنتيشن اند فاريابيلتي ان ستيج اند سيفيريتي اوف ديزيز، يعني بيرسز ديزيز كل حاله لوحدها. الكلام اللي قلناه ده كلام عام لكن كل عيان هناخده لوحده. Currently no consensus on the optimal treatment of for بيرسز ديزيز، مفيش تريتمنت هو ده الاوبتيمال تريتمنت اوف بيرسز ديزيز
ويمكن احنا هنا كان زمان في سنه 97 جه بن سهيل هنا مصر، وكان في راوند تيبل ديسكشن على بيرس ديزيز، وكان معاها الله يرحمه في الوقت ده الدكتور صالح بدير والدكتور نبيل خليفه، كان معانا الاستاذ دور خميس الديب ربنا يديله الصحه. وكان الكلام اللي هو مفيش يعني مفيش حاجه ثابته، يعني ستاندرد تريتمنت للبيرس ديزيز هي كلها رولز او حاجات زي ما هنشوف دلوقتي. لكن ده مهم قوي، عشان كده مش كل ما نشوف بيرس ديزيز نقول له انت عايز عمليه، لازم يعني اراجع الكلام اللي انا قلته قبل كده عشان اقول له هعمل لك ايه. تريتمنت اوف بيرس ديزيز از كونتروفيرسال، دي حاجه في كل الميتنجز اللي بتعمل فيها راوند تيبل ديسكشن على بيرس ديزيز بتلاقي تضارب اراء، يعني اتس كونتروفيرسال. نوت اول بيشنتس نيد اوبرتيف تريتمنت، دي حقيقه. Not all patients can be treated conservative. يعني هنا مش كل العيانين، يعني هنا الكونتروفيرسي في عيانين كتيره مش هيحتاجوا عمليات، وفي عيانين كتيره لازم يتعمل لهم عمليات. يبقى ده الديبيت جاي في الحته دي، مين ده ومين ده، لازم نفكر بطريقه علميه زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. And every child with Pierce's disease must receive individually adapted treatment and continued follow-up. الحاجات اللي بتديتيرماين التريتمنت بلان، الايدج، اللاترال اكستروجن، والديجري اوف دامج للفيمورال هيد. ثلاث حاجات لازم احطها قدامي وانا باخد ديسيجن: الايدج بتاع العيان، اللاترال اكستروجن اوف ذا فيمورال هيد، والديجري اوف دامج تو ذا فيمورال هيد. الايدج دي حاجه واضحه، اللاترال اكستروجن اللي هي زي ما قلناها اللاترال سبلكسيشن، والديجري اوف دامج اللي هي الكاتريل، يعني الكاتريل بالنسبه للتريتمنت. احنا قلنا اللاترال بيلر ليها بروجنوزس، لكن هنا الكاتريل اقل من 50% واكثر من 50%، يعني زي ما نشوف كده. ده الايدج، انا الايدج يعني الايدج از موست امبورتنت فاريبل ان بلاننج تريتمنت، لان الهيلينج بوتنشال اند ريموديلنج از فيري جود في الناس كل اصغر من 6 سنين. يبقى هنا there is agreement that the primary goal of treatment is to prevent further femoral head deformity and to maintain hemispherism. طيب البيرس ديزيز ده احنا لقينا ان المشكله ان الهيد بيحصل فيها ديفورميشن. طيب انا واحنا قلنا ان الديزيز ده سيلف ليميتد، يعني مفيش انا مع يعني كجراحين مفيش حد هيقدر يمنع الفاسكولار نيكروزس، ومفيش حد هيقدر يمنع الباثولوجيكال ستيجز اللي احنا قلنا عليها. يبقى طب احنا هنعالجه ليه؟ عشان نحافظ على الهيد سفيريكال، عشان نحافظ على الهيد سفيريكال. يبقى هنا الايم اوف تريتمنت از to prevent further femoral head deformity and maintain hip spherity. ده الهدف التريتمنت، ان انا عايز الهيد تبقى سفيريك. طيب زي ما احنا شايفين في الصوره دي، شايفين الصوره الاولانيه خالص الهيد الهيد بقت ايه؟ increase density وdecrease size وايه؟ وflattened وjoint space wide. التريتمنت اللي اتعمل وصل لنا، يعني شوف الصوره دي، دي البدايه ودي النهايه بتاعت البيرس ديزيز. البيرس ديزيز ده هنا كاتريل اربعه بس ما كانش فيه لاترال سبلكسيشن وجروس بليت مش هوريزونتال وما فيش كالسيفيكيشن. لما فضلت الهيب جوه الاستابلم مع الوقت بعد سبع مع ست سنين الهيب بقت راوندد والهيب بقى نيرلي نورمال. طب ما هو ده بيرس ديزيز. يبقى لما بشوف العيان كده يبقى لازم ابقى عارف ان ده المقصود بالسيلف ليميتد ديزيز. نيجي بقى نشوف الجول اوف تريتمنت. اول حاجه تو ريليف، ان لو عندك جالك بين يبقى لازم اضيع البين. تاني حاجه اللي هي الاساسيه بروتكت ذا شيب اوف ذا فيمورال هيد، احافظ على الشيب اوف ذا فيمورال هيد اللي احنا بنقول عليها تو بريفنت تو بروتكت ذا فيمورال هيد عشان تو مينتين السفريستي، وبعدين عشان ارجع نورمال هيد موفمنت. يبقى هنا الجد يبقى اهم حاجه اخلي الهيد كونتيند از ايرلي از بوسيبل عشان يحصل ريمودلنج. يبقى هنا لو انا ما عملتش بروتكشن للفيبرال هيد هيحصل المنظر ده، يعني الهيد دي كانت فيها كل المانيفستيشنز اللي كان فيها لاترال اكستروجن، سبناها قلنا له تعالى بعد سنتين بعد ثلاثه، جاء المنظر ده، الهيد بقت فلات، الهيد ديفورمد، والعيان ده بقى عنده الهنجد ابدكشن وعنده ليميتيشن اوف موف. ده نتيجه ان انت ما عملناش بروتكشن اوف الفيبرال هيد. يبقى هنا if left untreated the femoral head can deform it and not fit well within the stabilum، هتبقى زي ما احنا شايفين كده هي deformed ومش not fit well in the stabilum، وده بيعمل لنا further hip problems، وده بيبقى الايرلي
الانستابيلي اوستيوارثرايتس دي طبعا ده. ازاي بيحصل ديفورميشن؟ الصوره اللي على الشمال حصل افاسكولار نيكروزس في سيجمنت من البون، بعد كده الكومبريشن بيزيد على اللاترال بارت، بيحصل لاترال اكستروجن زي ما احنا شايفين كده. فبيبقى فيه فورسز على الهيد، بحيث ان الفورسز دي بتخلي الهيد بيبقى فيها لاترال، الهيد بتبقى سبلاكسد ولاترال اكسترودد. لو انا سبت الهيد كده، يعني هنا هنشوف الفيمورال هيد جيتنج ديفورمد باي المسل فورس وباي الويت بيرنج فورس. فدي الصوره اللي احنا قدامنا اللي احنا شفناها كده. اوف تريتمنت ان ذا ايرلي ستيج از فيمورال هيد ديفورميشن، زي ما احنا شفنا الصوره دي لما اتعمل كونتينمنت، يعني الكي بتاع يعني كلمه بيرفكت تساوي كونتينمنت، هنا ما حصلش حاجه. كونتينمنت تريتمنت ايم تو بريفنت فيمورال هيد ديفورميشن، زي ما احنا شايفين السيكونس. يعني البيرفكت ديزيز ده كان بادي 4، لكن لما اتعمل بروبر كونتينمنت وصلنا للمنظر ده. يبقى كونتينمنت از انترفنشنز that plays anterolateral part of the femoral epiphysis within the estaminet. يعني لما تيجي تسال او يعني ايه كونتينمنت، يعني انا عايز في الحاله دي ان انا احط الانترولاترال بارت بتاع الفيمورال هيب جوه الاستابلم عشان ما يحصلش فيه ديفورميشن. الانترولاترال بارت اللي احنا شفنا هنا الصوره اللي فاتت دي، الجزء اللي افكتد هو الانترولاترال بارت بتاع الفيمورال ابيفيسس. يبقى ده ايه بتاع، يبقى هنا ذا برنسبل اوف كونتينمنت تريتمنت از تو بريفنت فيمورال هيب ديفورميشن. يبقى هنا لما الاقي بيرسس ديزيز، انا عايز مش هعالج البيرسس كمرض، انا عايز امنع الهيد ديفورميشن، عايز امنع الهيد ديفورميشن. ده الجول اوف تريت. لما نشوف الصوره دي، ده البيرسس ديزيز، في الصوره اللي على اللي هي فيها كونتينمنت الهيد كونتين، وفي الصوره الهيد نوت كونتين. الصوره اللي فيها الهيد كونتين، الصوره اللي هي اللي على اللي مكتوب عليها كونتينت هيد وفيها نوت كونتين. الكونتنت في الاخر هتنتهي المشكله ان الهيد هتبقى راوند، اللي نوت كونتين الهيد هتبقى فلات. يبقى هنا الفكره بتاعتي ان انا ده اللي فهمني السيكونس بتاع البيرس ديزيز، ان الهيد لو هي وات ايفر في اي هي جريد، لكن جوه الاستابلم كونتين، هينتهي السيلف ليميتنج بروسس والهيد راوند. لو هي نوت كونتينت هتبتدي الهيد تبقى فلات. يبقى طبعا انا عايز اعمل كونتينمنت. يبقى ايه البروجنوزس بتاع البيرس ديزيز؟ يعني ده احنا قلناه ان الشيلدرن اللي بيبقى عندهم اكسلنت بروجنوزس. البيرس ديزيز كان ريسبوند تو تريتمنت 50% انفولفد هيفز ويل وذ نو تريتمنت. يعني هنا لو انا، لان انا بعالج المشكله اللي انا شايفها قدامي، مش بعالج شروط اشعه. لما نيجي نشوف هنا بقى ليه بنقول ان بيرس ديزيز كان ريسبوند ويل تو تريتمنت، وليه بنقول الكلمه السطر الاخير ميني بيشنتس ويز ديفورمد فيمورال هيد فانكشنالي فيري ويل اند ار اكتيف اند دونت هاف بين، ميني اذر دو ويل اب تو ذا فيس ديكير. يعني البيرس ديزيز انت لما تشوف الاشعه بتاعت العيان ده عنده 16 سنه او 17 سنه، ما تقولوش انا بعمل لك مفصل. احنا مش بنعالج الاشعه، احنا بنعالج الديسابيلتي. العيان ده ما عندوش ديسابيلتي. طول ما عندوش ديسابيلتي يبقى هو هيكاري اون لغايه ما يبتدي ديفلوب مشكله. فهنا البيرس ديزيز ليه بنقول ان احنا البيرس، طب ايه المشكله، يعني ايه الاوت كام بتاع البيرس؟ احنا قلنا سيلف ليمتنج هينتهي بثلاث صور، الهيد سفيريكال او ايه سفيريكال، او يعني هنا سفيريكال يعني ايه؟ يعني الهيد راوندد، الهيد سفيريكال يعني بتبقى راوندد، وده جريد واحد واثنين. سفيريكال الهيد مش راوندد، ممكن تبقى اوفال، ممكن تبقى فلات، لكن كونجرنت جوه الاستابلم. الستيج ده الستيج الخامسه اللي هي بتبقى ايه؟ سفيريكال وان كونجرنت. يعني يبقى هنا احنا عندنا النهايه بتاعت البيرس ديزيز، وات ايفر هو تريتد ولا لا، هينتهي بهيد سفيريكال. الهيد سفيريكال دي سفيريكال وكونجرنت يعني راوندد جوه الاستابلم، ده ما فيش ريسك بوستر سلايدز. اللي هي سفيريكال ولكن كونجرنت هتبقى فيها مايل تو مودريت اوستر سلايدز ان ليت ادلت هود. اللي هي ان كونجرنت هيبقى هيجي له اوستر سلايدز عند سن 50 سنه. طبعا الكلام ده مش معناه، يعني معناه ان انا مش، يعني انا بقوله دي الاكسبكتيشن، لكن طبعا كل حاجه لها يعني متغيرات، لكن ده الكومن اكسبكتيشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ سفيريكال وكونجرنت يعني الهيد راوندد جوه الاستابلم، دي بتبقى يعني ايه؟ يعني الجريد واحد واثنين.
سفيريكال، بس سفيريكال يعني هي مش مدوره، لكن ممكن تكون اوفل او ممكن تكون فلات، لكن جوه الاستابلم. يبقى ده جريد 3 او 4. لو هي فلات واز نوت كونكرنت، مش جوه الاستابلم، يبقى ده معناها ان ده جريد 5. يبقى ده الستيلبرج كلاسيفيكيشن. دي فور اوت كام، يعني انت لما تيجي العيان بعد ما بيخف خالص بتعمل له الاسسمنت ده، هو سفيريكال وكونكرنت يعني هي دراوندد وجوه الاستابلم، يبقى ده جريد 1 او 2. اسفيريكال يعني الهيد مش راوندد، لكن ممكن تكون اوفال او فلات. اوفال احسن من فلات، يعني ايه، الاوفال احسن من فلات لكن جوه الاستابلم، فده هيجي له اوستر فلاس بس متاخر قوي. اللي هي اسفيريكال يعني فلات وبره مش كونكرنت في الاستابلم، يبقى معنى كده ده لابل ان يجي له اوستر فلاس شويه. يبقى هنا الايه، الفيمورال هيد اللي هنا التايم فاكتور مهم قوي. ان الفيمورال هيد فورميشن بيبقى بيحصل كله في الستيج اوف فراجمنتيشن. يبقى الستيج اوف فراجمنتيشن دي هي الستيج لازم اتدخل فيها عشان امنع البروجريشن بتاع الديزيز. دي اهم حاجه. لما بيجي العيان في الليت ستيج بيبقى الموضوع مش البروجنوز بتاعه مش كويس. طيب التريتمنت بتاعنا بيزد على ايه؟ الايدج زي ما قلنا، الستيج اوف ذا ديزيز واللاترال اكستروجن، ده اهم حاجه، والكلينيكال فايندنج بتاعها. النون اوبراتيف وفي اوبراتيف، النون اوبراتيف تريتمنت وفي اوبراتيف تريتمنت. نشوف النون اوبراتيف تريتمنت اللي هو ايه. يعني ده تريتمنت بروتوكول للبيرس ديزيز كان عامله واحد كان من الناس في بدايه الاوربيدكس، يعني كان في اوائل الالفينيات، ودي كانت من احسن الحاجات اللي اتعملت عشان تخليك تقدر تعالج بيرسس كويس. الهيد كونتينت، انت احنا قلنا شخصنا بيرسس وعرفنا كل حاجه، ابص على الهيد كونتينت ولا لا. الهيد كونتينت ولا لا، يعني ما عنديش ثلاث حاجات. لو الهيد كونتينت يعني ما عنديش لاترال سبلكسيشن، ما عنديش كالسيفيكيشن لاترال تو ذا ميفيسز، ما عنديش هوريزونتال كروس بليت، اللي هي ريسك فاكتورز او ريسك ساينز. لو الهيد كونتينت وعيان عنده بين وعنده، هعمل له ايه؟ هعمل له اوبزرفيشن وانترميتنت سيمتوماتيك تريتمنت. يعني عنده الهيد كونتنت لكن عنده بين، زي ما قلنا هقول له استريح في السرير، خد بروفين، خد باراستامول وانتبعك. يبقى هنا الهيد لو هي كونتنت وعنده مانيفستيشنز، هيبقى هي اوبزرفيشن وانترميتنت سيمتوماتيك تريتمنت. هي مش كلمه، مش نو تريتمنت، هي اوبزرفيشن. ليه بقى؟ لان العيان ده لو ديفلوب بحاجه ثانيه هتبتدي تتدخل. فاول حاجه لو الهيد كونتينت، يبقى اول حاجه العيان جالي الهيد كونتينت، يبقى على طول التريتمنت اوبزرفيشن وسيمتوماتيك انترميتنت تريتمنت. الهيد نوت كونتينت يبقى لازم اعمل له زي كده. الهيد هنا نوت كونتينت، في عندي عندي لاترال اكستروجن، الجروس بليت هوريزونتال، وفي كالسيفيكيشن. يبقى الهيد نوت كونتينت يبقى لازم اعمل ايرلي ديفينيت تريتمنت لو كونتينت. يبقى لو الهيد نوت كونتينت يبقى التريتمنت لازم يكون ايرلي ديفينيت. شوف هنا كلمه ديفينيت في تريتمنت، لازم اعمل تريتمنت. يبقى لازم الهيد اللي هي نوت كونتينت لازم اعمل له كونتينمنت. الكونتينمنت ده يا نان سيرجيكال يا سيرجيكال. طب لو جالك في الحاله العيان بقى هيلد ستيج، يبقى ليت ريكونستراكتيف سيرجيكال تريتمنت. لو جالك في الهيلد ستيج ده خلاص مش هنقدر نعمل له حاجه. يبقى هو هنا التريتمنت بروتوكول بتاع البيرس ديزيز هيبقى، يعني اذا كانت الهيد كونتينت يبقى اوبزرفيشن وسيمتوماتيك تريتمنت. الهيد نوت كونتينت يبقى هنا في ديفينيتيف كونتينمنت بران سيرجيكال او سيرجيكال. جالك في الهيلد ستيج ما تعمل له ليت ريكونستراكتيف سيرجري. هنا الحاجات الفاكتورز اللي هنا، الايدج اوف ذا تشايلد از ذا موست امبورتنت فاريبل ان بلاننج تريتمنت. ليه؟ لان الهيلينج بوتنشال بيبقى طبعا، والجروس والريموديلنج بيبقى اكتر في سن الصغير. فلما نيجي نقول تشيلدرن اقل من 5 سنين، احنا هنمشي بالقاعده اللي احنا قلناها، اقل من 5 سنين اذا كان في لاترال اكستروجن، يعني اقل من 5 سنين وعنده لاترال اكستروجن، يعني الهيب از نوت كونتين، يبقى نعمله نون سيرجيكال كونتينمنت از كونسيدرد. تحت 5 سنين نعمل نون سيرجيكال كونتينمنت. لكن لو جالك عنده 7 سنين او لغايه 12 سنه، او في لو في اللاترال اكستروجن او الابفيزال انفولفمنت الكاتريال اكتر من 50%، يعني جهتين ثلاثه واربعه، يبقى لازم نعمل ايه؟ كونتينمنت بروسيدر، سيرجيكال كونتينمنت.
لو جالك سن 12 سنه ده خلاص بقى هيل، ممكن نعمل شلف استابلو بلاستي. يبقى هنا احنا عندنا العيان بيجي لك في 3 مراحل سنيه، اقل من 5 سنين هنا يعني لو هو كونتنت، ما هو لو كونتنت في المراحل دي كلها مش هعمل حاجه، لكن لو جالي نوت كونتنت او الانفولفمنت اكتر من 50%، يبقى هو لو سن 5 سنين والهيد از نوت كونتنت هنعمل له نون سيرجيكال كونتنمنت. لو هو لغايه سن 12 سنه والهيد از في از نوت كونتنت والانفولفمنت اكتر من 50%، يبقى بعمل كونتنمنت بروسيجر. لو جالي بعد 12 سنه بعمل شيلف استابل بسطي، لان مش هينفع اعمل كونتينمنت هنا، انا بحاول بعمل ريكونستراكتيف سيرجري. يبقى هنا لغايه سن 5 سنين الهيلينج بوتنشال عاليه، فور رينج اوف موشن موجود، راديوجراف سجست ذات لاترال اكستروجن، يبقى نون سيرجيكال كونتينمنت از كونسيدرد. يعني لو جالي العيان عنده فور رينج اوف موشن واقل من 5 سنين وعنده لاترال اكستروجن، يبقى نعمل نون سيرجيكال كونتينمنت. ادي صوره اهي، العيان هنا الفيزيال انفولفمنت اكتر من 50%، وفي ما فيش ما عندوش لاترال اكستروجن، يبقى هنا بنديله سيمتوماتيك تريتمنت ومنتين هيب، لان هنا ما عندوش لاترال اكستروجن، الجروس بليت اوبليك، ما فيش لاترال سبلكسيشن، ما فيش كالسيفيكيشن، لكن عنده الفيزيال انفولفمنت اقل من 50%، يبقى العيان دوت هعمل له اوبزرفيشن. يبقى ده اول حاجه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الايه، الهيد كونتنت، بعمل اوبزرفيشن وسيمتوماتيك تريتمنت، بدي له بقى بين كيلر ونان يعني الحاجات ده. يبقى هنا ذا كي فاكتور ان ذا ايدج جروب از لاترال اكستروجن اند اكستنت اوف ذا فيزيال انفولفمنت اللي هي الكاتريلا. هنا ده في سن بقى من يعني بعد سن 5 سنين، لو الانفولفمنت اكتر من 50% ونو لاترال اكستروجن، يبقى ندي له ما فيش يعني الهيد از منتين والكاتريلا اقل من يعني كده 1 و2، يبقى بنعمل له سيمتوماتيك تريتمنت زي كده. يعني ده ما فيش لاترال اكستروجن، ما فيش كالسيفيكيشن، جروس بليت اوبليك، والانفولفمنت اقل من 50%، يبقى بعمل له اوبزرفيشن. هنا هعمل له عمليه ليه؟ ما انا احنا بنقول البيرفس ديزيز العمليه، يعني انا عايز اعمل كونتينمنت، هنا الهيد كونتينمنت، يبقى هعمل له عمليه ليه؟ ده لو جالك اكتر من 50% ولاترال اكستروجن، يبقى بنعمل سيرجيكال كونتينمنت بروسيدر زي كده. العين دوت هنا الكاتريل 4 وفي ده كاتريل 4 وده يعني ده كاتريل 4 بس ما فيش بس الهيد كونتينت، لكن ده كاتريل 4، يبقى لازم اعمل احاول اقلل اللود على الهيد. لا هنا الصوره الاخيره اللي فيها لاترال اكستروجن وفيها كالسيفيكيشن وفي جروس بليت هوريزونتال، يبقى في الحالتين دولت الانديكيشن ان نعمل سيرجيكال كونتينمنت. يبقى السيرجيكال كونتينمنت بعمله او سيرجيكال بروسيجر لو الانفولفمنت اكتر من 50% او لو في لاترال سبلكسيشن. هنا اول واحده الفيزيال انفولفمنت 15% 15%، يبقى نعمل سيرجيكال كونتينمنت. طبعا البيشنت ايجد اندر 6 ييرز ممكن نعمل بلفيك اوستيوتومي. يعني هي السيرجيكال كونتينمنت هنشوفها دلوقتي يعني ايه. هنا السيرجيكال كونتينمنت بروسيدور في سن من 5 ل 7 سنين، البلفيك اوستيوتومي في السن الاصغر، والفيمورال والبلفيك اوستيوتومي ممكن تتعمل بعد سن 6 سنين. طبعا من 7 ل 12 سنه هنعمل برضو نفس الكلام. هنا في الانيشال فراجمنتيشن مش بنعمل البلفيك، بنعمل برضو الكونتينمنت. يعني هي كلها بتعتمد على ان احنا بنعتمد على الكونتينمنت. لما نيجي نشوف الالجوريزم ده بقى، انا عيان اقل من 5 سنين وعنده نون سيرجري، وعنده الهيد زي ما شايفين في الصوره الهيد فيها لاترال اكستروجن، يبقى هنا بنعمل له نون سيرجيكال كونتينمنت يا اما بورفوزس وبعدين بنعمل له اوبزرفيشن. جالك العيان من 5 7 سنين عنده لاترال اكستروجن وكالسيفيكيشن وهوريزونتال كروس بليت، بنعمل له سيرجيكال كونتينمنت. اقل من 6 سنين بنعمل له بلفيك اوستوتومي، بعد 6 سنين بنعمل له فيمورال او بلفيك اوستوتومي حسب زي حسب الايه الراديولوجيكال اسيست. من 7 ل 12 سنه لو هو لسه في الفراجمنتيشن ستيج بعمل كونتينمنت، لو جالك في الهيلد ستيج بعمل استابيلو بلاستي. يعني هو الحاله زي كده، انا
جالك واحد عنده 10 سنين وفي فرجمنتيشن ستيج، يبقى لسه الباثولوجي شغال، يبقى ممكن اعمل كونتينمنت. جالك في الهيد ستيج يبقى الكونتينمنت مش هيفيدني، بعمل استابلو بلاستيك. ده النون سيرجيكال اوبشنز، هي عباره عن انتي يعني اوبزرفيشن وانتي انفلاماتوري وليمتنج اكتيفيتي وفيزيكال ثيرابي ونون سيرجيكال كونتينمنت. هنا النون سيرجيكال كونتينمنت بنعمله بايه؟ زي ما بس ليها يعني هنشوفها الاول، هي بنعمله يا اما بكاست لو البيتري كاست او بايه ابدكشن اورفوز. ده نون سيرجيكال كونتينمنت اهو، دي حاله اهي شايفين الهيد فرجمنتيشن هنا فيها كالسيفيكيشن لاترال تو ذا ابيفيسز، دي واحده بس، والكاتريل اربعه. تعملوا نون سيرجيكال كونتينمنت وشوف الصوره الاخرانيه، الهيد بقت ايه يعني هنا بقت إيه؟ لما نيجي نقولها اكوردنج لستيلبرج، الهيد دي ستيلبرج ثلاثه، يعني برضو من الحاجات اللي هي اللي لها بروجنوزس كويس. دي برضو حاله تعمل لها برضو بالابدكشن اورثوزس، وده ميزته ان هو ده ممكن يتشال ويتحط اللي تحت بيتري كاست او ابدكشن اورثوزس، هتلاقي ان النتيجه النهائيه كويسه. وادي النتيجه النهائيه اهي، بيبقى تقريبا الهيد بقت ده كاتريل 2 ستيلبرج 2. ساعات في الحالات ممكن نعمل ادكتور تنطمي لو في تايت ادكتور. ده الايه؟ النون سيرجيكال كونتينمنت. في نقطة بقى نرجع لها، النون سيرجيكال كونتينمنت يعني لغاية سن 5 سنين بس. ولازم يكون العيان عنده رينج اوف موشن يعني ليمتد، يعني هو يعني والاكس راي انديكيت ديفورمتي، يعني الاشعه بتقول فيها عندنا محتاجين نعمل كونتينمنت في ليميتيشن، والسن قبل 5 سنين. لان اقل من اكتر من 5 سنين العيان مش هيقدر يتولريت الايه الكلام اللي احنا قلناه. فدي مهم قوي، الكلام ده ممكن اعمله في سن 4 سنين 3 سنين، سن صغير، لكن اكتر بعد 5 سنين مش هيقدر، مش منطقي ان انا اعمل النون سيرجيكال كونتينمنت، لان الطفل مش هيتولريت النون سيرجيكال كونتينمنت. هنا الامريكان اكاديمي اوثوبيديك سيرجن قالوا ايه؟ يانجر تشيلدرن من 3 ل 5 سنين هو بريزنت وذ بينلس ليمبنج اند شو فيو تشينجز ان ذا فيمورال هيد اون ذا انيشال اكس راي. بيرنس ار اشورن، ده اول ري اشورنس اند سمبل اوبزرفيشن، لان هو ما عندوش دي اول حاجه، يعني هو ما يعني ما فيش تشينجز في الفيمورال هيد، لكن الهيد كونتين. وبعدين ريجولار مونيتورنج عشان اشوف الامبروفمنت. بعد كده لو عنده بينفول سيمبتومز بنديله انتي انفلاماتوري زي الايبوبروفين او الباراسيتامول والليمتنج اكتيفيتي، ونخليه يعني يحاول ما يعملش مجهود. ده بالنسبه للايه لو هو عنده بينفول سيمبتومز لكن هيد ستيل كونتين. لو هو بقى جالك العيان ده عنده ليمتد رينج اوف موشن، بنحاول ان احنا نعمل له اكسرسايزز، او ان احنا نحاول ان احنا اذا كان بقى جالك عنده لاترال اكستروجن بنعمل ايه؟ الكاست بريس او النون سيرجيكال كونتينمنت. يبقى هنا الالجوريزم بتاع البيرس ديزيز في النون سيرجيكال تريتمنت، بينلس هيب نو ليميتيشن اوف موشن نو ليمبلس ديسكريبنسي نو لاترال اكستروجن، لكن الاكس راي بتقول انه في بيرسز، يبقى بيرنس ري اشورنس اند اوبزرفيشن. عنده ليميتد رينج اوف موشن هنعمل له اكسرسايز، عنده لاترال اكستروجن هنعمل له الكونسرفاتيف كونتينمنت اللي هو بالكيس ابدكشن سبلنت او البيتري كاست. هنا الكونسنسس اون نو اوبريشن وين يانج عنده جود رينج اوف موشن، يعني الطفل اللي عنده اقل من 5 سنين وعنده جود رينج ما نعملوش حاجه. نو ويت ريليف وين اولدر، يعني العيان اللي هو يعني الويت ريليف والاداء في الاولدر اند جود رينج اوف موشن مش هيفيد. يعني جالك عيان بيرس ديزيز سنه 7 سنين وعنده جود رينج اوف موشن، يعني ده ما انا اشجعه يلعب ويروح ويجي، ما اقولوش ما تحركش رجلك زي كان زمان بيعلقوا له رجله الافكتد. لا، ثبت ان ده ملوش اي رول، بس يكون هو ما عندوش يعني عنده جود رينج اوف موشن. نو كونسرفاتيف تريتمنت افتر ايج اوف 6 ييرز، دي برضو لازم نحطها في الاعتبار عشان الطفل مش هيقدر ياكوموديت الايه. الارثوديستيزيس از يوزد ان فيو سنترز، يعني هي الارثوديستيزيس لها ليميتد انديكيشنز، هي سالفج بروسيدجر في البيرس ديزيز، لان احنا زي ما شفنا كل الكلام اللي فات بيعتمد على الرينج اوف موشن. العيان اللي عنده جود رينج اوف موشن الارثوديستيزيس هتفيده في ايه؟ مش هتفيده في حاجه. فالارثوديستيزيس في السلكتد كيسز اوف بيرس ديزيز مش لكل الحالات.
هنا نشوف الحالة دي، أنا عنده 5 سنين، عنده جرين بين بقاله 6 شهور. لما نشوف الأشعة، الأشعة إيه الانفولفمنت هنا 50% ونو لاترال اكستروجن، يعني أنت شايفين هنا الجروس الانفولفمنت 50% كاتريال تو ونو لاترال اكستروجن، يبقى بنعمل له سيمتوماتيك تريتمنت ونشوفه بعد كده. ده برضه سن 5 سنين وعنده بين بقاله شهرين وليمبنج والابدكشن بتاعه 30 درجه وفي ليميتد انترنال روتيشن، هنا في مينيمال سبلكسيشن موجود وفي مينيمال سبلكسيشن لكن ما فيش كالسيفيكيشن، وفي لاترال بيلر ريديوز 50%، ده بنعمله نون سيرجيكال. يعني هنا شايفين الاشعه فيها جروس بليت هوريزونتال وفيها لاترال سبلكسيشن، فده بنعمل له النون سيرجيكال كونتينمنت ده سنه 5 سنين. هنا ده 6 سنين ده برضو ان كونتيند والهيد سبلاكسيد والشنتر لاين بروكن زي ما احنا شايفين، برضو اتعمل له نون سيرجيكال كونتينمنت وادي نتيجه الهيد رجعت بقت سفيريكال والشنتر لاين رجعت. ده بيورينا ان نون سيرجيكال كونتينمنت ليه دور، بس لما اشوف اشعه فيها لاترال سبلكسيشن فيها هوريزونتال كروس بليت وفيها كالسيفيكيشن لاترال تو ذا ابيفيسز لازم اعمل كونتينمنت يا نون سيرجيكال يا سيرجيكال. هنا الحاله دي بقى 6 سنين برضو عنده نفس لما نشوف الاشعه هنلاقي فيها لاترال اكستروجن وفيها هوريزونتال كروس بليت وعنده بول رينج اوف موشن، يبقى ده هنعمل له نون سيرجيكال كونتينمنت برضو. طب السيرجيكال اوبشنز بقى هي ريكومندد تو كيب ذا هيد اوف ذا فيمر ديب وزن ذا استابلم زي ما قلنا انتل هيرنج از كومبليت. ده الستاندرد جول بتاع الكونتينمنت سواء نون سيرجيكال او سيرجيكال، ان انا اخلي الهيد جوه الاستابلم. طيب في عيان 8 سنين بيرسز ديزيز زي ما قلنا هنقول بيرسز ليه، هنقول الكاتريل 4، هنقول في عنده هيدا ريسك ساينز اللي هي فيها لاترال اكستروجن وفي فليكشن كونتراكشن، يبقى هنا يبقى هنا على طول العين دوت مش هقدر اسيبه كده، يبقى لازم اعمل له سيرجيكال كونتاكت. ده عيان برضو نفس 11 10 سنين برضو نفس الحكايه بين في الجروين وعنده كل الليمتد موفمنت وعنده فليكشن ديفورمتيف وعنده بور ريج اوف موشن، وشايفين احنا ان في لاترال اكستروجن وفي كالسيفيكيشن وفي هورزونتال كروس بليت، يبقى ده لا اللي محتاج سيرجيكال كونتاكت. يبقى السيرجيكال كونتينمنت بتتعمل يعني بتتعمل في الحلق بتتعمل على طول اللي هي فيمرال اوستوتومي او بلفيك اوستوتومي او كومباينيشن، يبقى ده السيرجيكال كونتنت. الفيمرال امتى اعمل فيمرال وامتى اعمل بلفيك اوستوتومي؟ الفيمرال اوستوتومي لها رول، لازم انك شفت انجل تبقى اكتر من 110 درجات والجروس بليت يبقى هوريزونتال، لان يعني زي ما احنا شايفين الصوره اللي فوق هنا لو هي المكشفت انجل اقل من 110 وعملت فيروس اوستوتومي احوله لكوكس فارا، ده هعمل شورتنج وهعمل ابدكتور ليرش، فده مش مستحب. فيبقى هنا لو العيان عندي عنده قررت ان انا هعمل له كونتينمنت بروسيدور سيرجيكال يا فيمورال يا بلفيك، يبقى لازم اشوف المكشفت انجل واشوف الجروس بليت، لو الجروس بليت هوريزونتال والمكشفت انجل اكثر من 110 اعمل فيمورال اوستوتومي، لو الجروس بليت انك شفت انجل اقل من 110 والكروس بليت نوت هوريزونتال، يبقى احسن ان انا اعمل بلفيك، ويفضل في لو انا السن اقل من 6 سنين يبقى البلفيك اوستوتومي افضل. ده دي حاله هي شايفينها فيرسز ديزيز كاتريل 4 في كالسيفيكيشن وفي لاترال اكستروجن والكروس بليت هوريزونتال، ده اتعمل له فيروس اوستوتومي والهيد بقت كونتين زي ما احنا شايفين والجروس بليت بقت اوبليك زي ما احنا شايفين، دي برضو ده النتيجه بتاعته. شايفين هنا الهيد المنظر ده، الهيد هنا ابتدت تري اوسيفاي، ابتدت الهيد تبقى راوندد جوه الاستابلم، يعني هنا بقى ستيل بيرج 2 تقريبا. هنا ادي حاله اهي شايفين جروس بليت هوريزونتال وفي كالسيفيكيشن، اتعمل له فيروس اوستيوتومي ودي النتيجه هنا بقى ده ستيل بيرج تقريبا 3. هنا ساعات بنعمل سولتر اوستوتومي وساعات بنعمل كومبايند لما بتبقى النيك شافت انجل مش كبيره قوي، يعني محتاجين ان انا اعمل الكونتينمنت بالصوره دي، طبعا ده بيبقى بروبت بلاننج اللي مش مجاله دلوقتي. الشلف استابلو بلاستي ده بنعمله في الاولدر تشيلدرن وده اب تو فيتال ماتوريتي، وده طبعا يعني بيتعمل ادي حاله بيرسز ديز اهي
جالك بقى ده هيلد ستيج. احنا قلنا احنا بنعمل الفراجمنتيشن دي اهم ستيج نعمل فيها العمليه، ده هيلد ستيج. هيلد ستيج وفي الهيد اوتسايد ذا استابلم، ده اللي هو بيعمل هنجد ابدكشن. طيب ده هعمل له ايه؟ انا عايز ما اخليش مش عايز الهيد تبقى الجزء اللي ان اكسبوز، اللي هو الاكسبوز ده هيعمل هيبقى ده هيحصل فيه ايرلي اوسو ارثرايتس، وهتحصل حاجه اسمها ديستال موفمنت، بحيث ان العيان ده هيبقى يجي له ايرلي اوسو ارثرايتس. طب فبعمل الشلف استابلوبلاستي عشان اصلح الاستابلر كفر واخلي الكارتج ان جود كونتاكت مع الـ مع مع الـ يعني جود كفر، وامنع البيستل موفمنت زي ما شايفين بيحصل. ده المنظر بتاعه يعني، ده الشلف استابلوبلاستي. ادي بيرسز ديزيز هيلد ستيج. هعمل له ايه؟ هعمل له فيروس استوتومي ليه؟ ما الهيد هي هيلد خلاص، انا بعمل استوتومي عشان الهيد تخش الاستابلر وتبقى ما يحصلهاش ديفورميشن. لكن هنا انا عملت له الشيلف، شايفين الشيلف رجع يعني حافظ على، بحيث ان الهيد الجوينت هنا بقى بريزيرفد. ده ادي نماذج من الشيلف استابلست. يبقى الاوت كام ان موست كيسز لونج تيرم بروجنوزس اوف تشيلدرن ويز بيرسز از جود اند ذي جرو انتو ادلت هود وزود فيرذر هيد بروبلمز. عشان كده لما تشوف بيرسز ديزيز ما تقولش للعيان احنا هنعمل لك، استنى شويه نعمل لك مفصل. ده الكلام ده كومبليتلي رونج، كومبليتلي رونج. لازم تبقى عارف ان البيرسن ديزيز زي ما احنا قلنا معظم الحالات بتوصل لغايه يعني السن 50 سنه من غير اي مشاكل، وفي ناس كثيره افر ديفورمد هيد تلفت انتو ذا استابلم بروبلم بي افويدد. يعني احنا بنقول ايه؟ لو الديفورمد هيد جوه الاستابلم مش هيحصل حاجه. زي كده الصوره دي ما دي ديفورمد هيد، لكن احنا عملنا خليناها جوه الاستابلم وعملنا لها شلف عشان تفضل جوه الاستابلم اكتر، فده بيخلي الهيد يعني مع الوقت بتحافظ على السبريس بتاعتها. If the deformed head does not fit well into the stabilum, hip pain or early onset of arthritis likely to occur in adulthood. عشان كده بنقول في الليت ستيج يفضل ان احنا نعمل stabilo-plasty. هنا بقى في نوع تاني من الحالات في السن، هنا بقى سن 13 سنه، جالك عيان عنده بقاله 3 اشهر عنده left knee thigh and groin pain. بعدين البين زاد قوي بعد ثلاث اسابيع. مشكله الناس دي ايه؟ بيجي له وجع في الني بين، بيجي له ني بين، بيروح يكشف، يروحوا عاملين له ام ار اي على الني ويخش في سكه الني. احنا قلنا الادلت الشيلدرن والادوليسنس الني بين لازم اكزامن الهيب. فهنا العيان ده بقى له ثلاث اشهر عنده ني ثاي، هنا قال ني اند ثاي اند جروين بين، هو بيروح للدكتور عنده ني بين، بيتعالج من الني بين على اساس انه هيقعد بقى يديله اشعه ويعمل له ام ار اي. لا، السن ده جالك عيان عنده ني بين او ليمبك في السن بتاع الادوليسنت، ده لازم تجزمن الهيب. فده دي حاجه. ممكن يجي لك نفس عيان تاني عنده ليفت هيب بين اند انابيليتي تو امبيليت، واحد مش قادر يمشي، هو داز نوت هاف ا هيستوري اوف كيدني ديزيز، يعني ما عندوش مشاكل. يبقى الحالتين دولت في السن ده، ان العيان من 10 ل 11 12 لغايه 15، العيان اللي جاي لك عنده ني بين او هيب بين او ليمبنج، افكر على طول في السليب دابر فيمورال ابيبسس. هو السليب دابر فيمورال ابيبسس بيحصل تقريبا الافرج ايج 12 ل 13 سنه، وبيحصل 10 كل 100,000، يعني نسبته مش قليله، وبايلاترال بيوصل لغايه 50% تقريبا، الافرج 25%، وكومن ان اوبيس بيشنت. طيب الايرلي دايجنوزس يعني الموست كومن برزنتيشن بتاعه جروين اند ثاي بين او ني بين، في 50% بيجي بني بين بس، وده كان ليد تو ميس دايجنوزس. ممكن يجي بليمبنج، ممكن يجي اكسترنال روتيشن ولوس اوف هيب انترنال روتيشن. الاهم حاجه الايرلي دايجنوزس، اهم حاجه از ذا بيست تشانس تو اوف ستابلايزنج هيب اند افويدنج كومبليكيشن. يبقى هنا الايرلي دايجنوزس مهم. الحالات دي يعني بتبقى مسد ليه؟ هو بيبقى مسليد في اللي جاي بيشتكي بني بين او ليمبنج، فاللي بيشوفه ما بيحطش الكونسيدريشنز اللي احنا قلناها الايدج فاكتور. يعني ليمبنج او هيب بين او ني بين في سن 12 14 لازم اشوف الهيب ده نمره واحد. هنا في عندنا البليس ليمبنج ستيج والسليبنج ستيج، ده طبعا ده مش ده، لكن هنا الدايركشن اوف سليبنج دي مهمه قوي. الفيمورال هيب هو هنا كان بيقول سليب ده ابر فيمورال ابيفيسس او سليب كابيتال فيمورال ابيفيسس. هو كابيتال فيمورال، هو الكابيتال فيمورال مش هو السليب،
عشان كده السلابت كابيتال السكاتي اللي هي سلابت كابيتال فيمورال ابيفيسز، لا دي بيسميها، لا دي مش دي مش ده الوصف الحقيقي. هو الهيد، الهيد هيبقى موجوده في الاستابلم لانها ممسوكه بالليجامنت انتيريس وبالانترا والتنشن السيرفس تنشن. الفيمورال نيك هو اللي بيروتيت وبيديسبليس ابر، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق الفيمورال نيك هي اللي بتروتيت وبتديسبليس ابر، والفيمورال هيد بتبقى ان بوستيريور بلين. فهنا اللي احنا يبقى ده سليبد ابر فيمورال ابيفسز، اللي هو الحصل سليبد في الابر فيمورال مش في الكبد، يعني ابر فيمورال اللي هي الايه السليبد حصل في الـ في الـ في الـ في النيك، هي اللي حصل فيها ابر لاترال روتيشن، بحيث ان الهيد بقت ورا، الهيد بقت ايه في ان بوستيريور بلين، يبقى ده الشكل بتاعه. لما نشوف الصوره اللي تحت هنلاقي ان الهيد ان بوستيريور بلين، فالهيد باينه انها صغيره. ليه؟ لان الديفيسز هو اللي حصل فيه الايه الابورد سليبنج، زي ما احنا شايفين. الكلينيكال برزنتيشن بيبقى عنده بريف بيرسونال فايندنج، هتلاقيها العيان ده جاي لك يعني يا اما ادوليسنت، طبعا ده اهم حاجه، اوبيز او شورت ستيتشر. الكلينيكال فايندنج هتلاقي بين زي ما شفنا، هنلاقي unable to bear weight ممكن، هنلاقي جيت بروبلمز انتالجيك او وادلينج، هنلاقي الاكزامينشن هنلاقي لمبن اكسترنال روتيشن ودي مهمه قوي، وهنلاقي ادكشن ديفورمتي، وهنلاقي ليميتد انترنال روتيشن وادكشن. الايمجنج اهم حاجه، لازم نعمل اشعه البوث هيبس، ولازم نعمل اي بي اند الفروج لاترال. الفروج لاترال مهمه قوي في الحالات اللي زي كده، السي تي سكان والام ار اي والالترا ساوند بيتعملوا، والبون سكان ده لو انا ما وصلتش لحاجه. لكن زي ما قلنا الموست انفورماتيف از ايه؟ البلين اكس راي. الايرلي دايجنوزز بيعتمد ان انا اعمل الفروج لاترال بوزيشن، زي ما احنا شايفين الفروج لاترال بوزيشن هو ده اللي هيخليني اشوف. لازم احط الايرلي ده، انا لما يجي لي سليب في جريد 2 او 3 انا مش انا مش اتشيفمنت. فهنا الاي بي الفروج لاترال بوزيشن مهم قوي، زي ما احنا شايفين ده الفروج لاترال بوزيشن. مش عايز اسيب العيال لما يبقى كده، ما هو العيال لو جاي بقى كده يبقى انا ما عملتش حاجه، انا عايز اشخص العيان ايرلي. يبقى اهم حاجه الفروج لاترال بوزيشن از موست سنسيتيف دايجنوستيك انفورميشن، يعني باخد الفروج لاترال بوزيشن هو ده اللي بيديني الموست انفورماتيف انفورميشن على السليب دبل فيمورال ابيبسيس، اللي هي يعني ده لازم اخليني ده الفروج لاترال بوزيشن. لو انا سبته هيبقى كده. طيب ايه الحاجات اللي هي الايرلي اللي انا اشوفها ايرلي؟ ما هو لو جالي سليب بقى خلاص، هنا ممكن اللي هنا لما اعمل اشعه زي دي في الاي بي الاقي السليب الناحيه اللي فيها البين الابيفسز اصغر من الناحيه الثانيه، زي احنا شايفين الاشعه اللي على اليمين الهيد الابيفسز سمولر. ليه؟ لان الابيفسز هي هو كده بيقول لك موفز بوستيرير، لا هي مش موفز بوستيرير، هي الابيفسز بوستيرير بس المتنفسس هو اللي ايه الموفز ابر، زي ما هنشوف الصوره دي اهي. شايفين الصوره دي؟ هو الابيفسس بقى بوستيرير اه، بس اللي اتحرك ايه؟ اللي اتحرك هو الفيمورال نيك هي اللي اتحركت. فلما الفيمورال نيك اتحركت الصوره اللي على الشمال واضح فيها، لما الفيمورال نيك اتحركت الابيفسس باين ان هو اصغر، لما نقارنها باللي جنبها ده في اصغر، فهو الصغر حجم ده نتيجه ان حصل ابورد موفمنت او الروتيشن للفيمورال نيك، الابورد موفمنت وروتيشن للفيمورال نيك، فبانت الفيمورال هيب صغيرة. يعني الصورة اللي دي اهي الفيمورال هيد تبان صغيرة، الابيبسيس بتاعها تبان صغير، لان ده هي بقت ان بوستيريور بلين. الصورة دي برضو نفس الكلام، الابيبسيس يبان اصغر. الصورة دي ممكن تعدي، هو انت شايفهم قصاد بعض بس هنا اصغر من الثانية، دي ممكن تكون ايرلي دايجنوزس، لكن هنا ابتدى يحصل الابورد موفمنت بتاعها والاوتر روتيشن بتاعت النك، فبقت الصوره كده. بعد كده ممكن الكلاين لاين، الكلاين لاين ده مهم قوي، ان انا باخد خط زي ما احنا شايفين كده بين الابر بوردر بتاع النك، بيعمل بيبقى ايه؟ هلاقيه هنا ان هو يعني ما يعني معدي الفيمورال الهيد، الفيمورال هيد النورمال بلاقيه ترانسكتنج الفيمورال او الفيمورال هيد. فهنا ادي الكلاين لاين اهو،
شايفين ده هنا الكلاين لاين النورمال، كلاين لاين ان انا باخد خط على الابر بوردر بتاع الفيمورال نيك بلاقيه معدي جوه الهيد. لما اخد الخط ده على الابر بوردر الاقيه معدي بره الهيد، يبقى ده النورمال كلاين لاين. كل دولت انت بتعملهم عشان تشوف الحاله ايرلي. يبقى الايرلي دايجنوزز بيعتمد على 4 حاجات اللي هم ايه. اول حاجه بلاقي السمول الابيبسيز ابيرز سمولر بيكوز ابيبسيز موفز بوستيريور. هو زي ما قلنا الابيبسيز مش هو اللي دي موف بوستيريور، هو النيك هي اللي بتموف ابورد اند انتيريور اند اوتورد. فالفيمورال ابيفيسز بيبان سمولر، يعني الاقي الهيد فيمورال ابيفيسز سمولر. ممكن الاقي لوسنسي في الجروس بليت، وبعدين الاقي الكلاين لاين. يبقى دي كلها الايرلي دايجنوزز. لا اللي يهمني في الايرلي دايجنوزز الكلاسيفيكيشن بتاعنا في هنا، يعني اكيوت او كرونيك. طبعا ده حسب اقل من 3 اسابيع اكيوت، بعد 3 اسابيع يبقى كرونيك. ستيبل ولا ان ستيبل، البلاتراليتي والديجري اوف ديسبليس. دي الحاجات اللي انا لما اجي اعمل اسسمنت باسس اذا كان اكيوت كرونيك ستيبل ولا ان ستيبل، بلاتراليتي والديجري اوف ديسبليس. هنا ديجري اوف ديسبليس ده راديولوجيكال على طول. الكلاسيفيكيشن ستيبل ولا ان ستيبل بيعتمد على ايه؟ العيان اللي جاي انيبل تو امبيوليت، يعني الامبيوليت ويز اور ويزاوت كراتشز، يعني جاي لك ماشي على رجله، يبقى ده ستيبل. العيان اللي مش قادر يامبيوليت مش قادر يمشي على رجله يبقى ده انستيبل، وده غالبا الانسيدنس بتاع الاي في ان فيه عالي. يبقى كلمه ستيبل وانستيبل بتعتمد على البيشنت اللي جاي امبيلاتوري ويز اور ويزاوت كراتشز، يعني جاي لك العياده او المستشفى ماشي على رجله بعصايه او بعكاز بس ماشي، ده ستيبل. اللي مش قادر يمشي ده انستيبل. طبعا الاكيوت او كرونيك اقل من 3 اسابيع، اكيوت بعد 3 اسابيع يبقى كرونيك. الديجري اوف ديسبليسمنت طبعا جريد 1 بيبقى ديسبليسمنت اقل من 30%، جريد 2 اكتر من 30 ل 50، اكتر من 50 يبقى سيفير. طيب هنا الجولز اوف تريتمنت، ان انا عايز لو هي مايلد ديسبليسمنت عايزها ما تزيدش او امبروف الكابيتال الاينمنت. فدي التريتمنت برنسبل. ذا جولد ستاندرد اوف تريتمنت is سايتو فيكسيشن especially for mild to moderate slips. خلينا نقول mild to moderate، الكلام ده لازم نحطه in consideration لان في موجه طالعه يقول لك انا بعمل slip surgical dislocation. slip surgical dislocation في السيفير كيسز وليها precautions وليها considerations، لكن mild to moderate هعمل له in سايتو فيكسيشن. some centers have adopted closed manipulation or many open reduction before fixation. يعني ده كلام. osteotomies that improve capital alignment to minimize potential damage of the articular cartilage and labrum due to non-concentric joint. دي كلها البرنسبلز. لكن هنا ده الجولد ستاندرد تريتمنت. اذا كان اقل من 12 سنه بنحط سكروز، اكتر من 12 سنه بنحط سكروز، اقل من 20 بنعمل نون ثريدد عشان نحافظ على الجروس بليت ما حصلش فيها حاجه. يبقى المايلد نعمل انسايتو فيكسيشن، المودريت يعني تراي جنتل كوركشن، لو ما جاش بنعمل انسايتو فيكسيشن، سيفير بنعمل سيرجيكال، بنعمل افويد فورسد كوركشن وبنعمل السيرجيكال هيب ديسلوكيشن. اهم حاجه في التريتمنت افويد بنتريشن، يعني دي حاجه. ده لو هو احط سكرو ولا اثنين، احط واحد في الستيبل واللي في الحالات الان ستيبل بحط اثنين. يبقى مهم قوي ان انا اشخص العيان زي ما قلنا من الكلاسيفيكيشن اكيوت كرونيك ستيبل وان ستيبل، وبعد كده الديجري. اذا كان ستيبل بحط 1 سكرو في ستيج 1 او 2، لو كان ان ستيبل بحط 2 سكروز. ده الايديال بليسمنت، لازم يكون السكروز يعني احنا 5 ثريدز هتعدي الفايسز واتليست 5 مللي منهم السبكوندرال بون. يعني هنا السكرو شود بي بيرفكتلي بيربنديكولار تو ذا فايسز في الاي بي ولاترال فيو. يعني شايفين الصوره هنا في الاي بي ولاترال فيو السكرو المفروض يبقى بيربنديكولار تو ذا فايسز. ده اهم حاجه، لازم 5 ثريدز تعدي الفايسز و5 مللي من السبكوندرال بون عشان ما يحصلش بنتيشن. يبقى دي البليسمنت سكروز، ان انا يعني دي الحاجات اللي احنا بنحطها in consideration، ان هو يبقى parallel للجروس بليت في الاي بي في الاي بي ولاترال فيو، وهيبقى في 5 ثريدز معديه، وهيبقى
ال 5 مللي اتليست من السبكوندرال بون. طبعا هتستعمل الاربعة ونص او ستة ونص حسب سن العيان، يعني الافضل دلوقتي ان انت تستعمل الفول ثريدد عشان تقدر تشيله بسهوله. ده الايه ده الايديال بيننج، ده الايديال زي ما احنا شايفين ده بينكل في كروس بليت في الاي بي ولاترال، والثريدز اللي معديه 5 ثريدز و اقل يعني تقريبا 5 مللي من السبكوندرال بون. رونج سكرو بليسمنت زي ما احنا شايفين، ادي واحد اهو ده عامل بنتريشن، ده برضو مش معدي الكروس بليت خالص، انت حاطط سكرو مش معدي الكروس بليت، هنا برضو مش معدي الكروس بليت خالص، هنا مش بيربنديكولار ذا كروس بليت، هو بيربنديك يعني دي الصوره، هنا برضو مش معدي، هنا برضو يعني كل دي رونج بليسمنت سكروز. الاوستيوتومز بقى هم ثلاث انواع، طبعا الاوستيوتومز دي في السيفير كيس اللي هي جريد 3 اللي بتعمل دلوقتي اللي هو الدان او موديفايد دان، اللي هي الدان اللي هي بتتعمل اوستيوتومي عشان توري الاين الابيبسس على النك، الموديفايد دان اللي هي السيرجيكال هيب ديسوكيشن، طبعا دولت عيبهم انهم لهم هاي انسنس فاسكولار نكروزس، ودولت يعني بيتعملوا في سيرتن انديكيشنز، واحنا لما بنراجع الابيديميولوجي بتاع سليب دبر ابيبسس بنلاقي ان الانسنس جريد 1 و2 هم الموست كومن، جريد 3 بيبقى نسبته مش كتير قوي، عشان كده يعني لما بتيجي تعمل بيبر او بابليكيشن او بتيجي تتكلم على سليب دبر فيمرال تقول انا عملت 30 حاله، ده عملت 30 حاله معناها ان انت شفت 300 حاله، وده طبعا ما بيبقاش حقيقي، فدي حاجه بتتحط ان كونسيدريشن ان احنا لما نيجي نقول امتى اعمل الدان او موديفايد دان، اعملها لو انا عندي سيفير. طب السيفير ده انا شفته جبت 30 حاله منين؟ اذا كان هو نسبته من 10 ل 20% من التوتال، وجريد 1 و2 هم الاكثر، والبري سليبنج هو اللي بيبقى برضه في المشارك في الاغلبيه. فهنا الحاجات دي، لكن ان انا اجي بقى على جريد 2 واعمل موديفايد دان او دان، يبقى انا بحط العيان في ريسك اوف ايفاسكولار نكروزس عالي، فدي مهم قوي ان احنا لازم نلتزم بالجايد لاينز في التريتمنت بتاع السليب ابر فيمورال ابيبسس. هنا الكومبليكيشنز بقى، في كومبليكيشن اوف تريتمنت، هيحصل كوندروليسيس لو انا عملت بنتريشن، ممكن ايفاسكولار نكروزس لو انا عملت فورسد ريدكشن، ممكن يحصل بريك اوف ذا امبلانت، ممكن يعمل فيلير اوف فيكسيشن او انفكشن، لو الانتريتد كيسز ممكن يحصل مال بوزيشن للجوينت او كوكسفارا او تروكانتريك امبنجمنت، ده الانتريتد كيسز ممكن يبقى كده. في بقى نوع تاني، العيان بيبقى عنده سنتين وجاي بابنورمال جيت وبينلس، برندوز جيت ابنورماليتي وبينلس، الطفل هو ابتدى يمشي، بعد ما ابتدى يمشي شويه اهله جايبينه لك يا دكتور مشيته مش طبيعيه، او ممكن انت تشوف مشيته مش طبيعيه وهو جاي. انا مره جاي لي حاله مثلا واحد بيكشف وبعدين بيقول لي طب ما تبص على البنت دي، بس هو بيكشف على نفسه البنت دي، فبصيت على البنت بايلاترال عندها وادلين جيت، عملنا اشعه بايلاترال دي دي اتش. فهي الفكره ان العيان سن سنتين ده ممكن يجي لك هو ماشي برجليه الاثنين مشيته مش طبيعيه، ابتدوا بقى يركزوا فيها لما ابتدى يكبر شويه، فلما بيجي لك مشيته مش طبيعيه هفكر في حاجتين، دي دي اتش ليت برزنتيشن يعني ما تشخصش من بدري، او كوكسفارا. الكوكسفارا في السن الصغير اللي هي ديفلوبمنتال كوكسفارا، هي اسمها ديفلوبمنتال كوكسفارا او انفانتايل كوكسفارا او كونجنتال كوكسفارا. هي كوكسفارا يعني نيك شافت انجل ريدكشن اوف ذا نيك شافت انجل. هنا الديفلوبمنتال كوكسفارا بتحصل تقريبا واحد لكل 25,000، فده طبعا والايدج ديتكتد ات ايدج اوف 2 ييرز، لما الطفل ابتدى يمشي مظبوط. الكلينيكال برزنتيشن يعني في سن سنتين ممكن تبقى بايلاترال، هي بينلس جيت، هي ما عندوش بين، هو جاي مشيته مش طبيعيه وخلاص. بعد كده بيبقى عنده ليميتد ابدكشن، والاكس راي بنشوف بقى الكلام بتاع اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى هنا الراديوجرافيك فاندنج بلاقي النيك شافت انجل قلت، فاحنا شايفين هنا النيك شافت انجل، وهلاقي النيك بقت شورت، وهلاقي ان في عندي فيرتيكال اورينتيشن اوف ذا كابيتال ابيفسس،
الجروس بليت، الجروس بليت اللي هو الجروس بليت هنا معمول الزاويه بتاعته بتبقى تقريبا 30، هنا الزاويه هنا 90. كل ما اللي احنا قلنا في البيرس هوريزونتال اورينتيشن، لا هنا فيرتيكال اورينتيشن اوف ذا جروس بليت، فيري فيرتيكال اورينتيشن اوف ذا جروس بليت. اهي ادي هنا، ادي الصوره اهي، لما ده نورمال هنا هلاقي ايه النيك شافت انجل قلت، النيك شورت، وفي فيرتيكال اورينتيشن اوف ذا جروس بليت. هنا برضو اهي في النيك شافت انجل قلت، في فيرتيكال اورينتيشن اوف جروس بليت والنيك شافت انجل والنيك شورت. يبقى هنا الديجري اوف كوكسافارا مهم قوي، يعني شوف ادي هنا اهي. طب هعرف الديجري ازاي؟ شوف دي كلها صور كوكسافارا، ديفلوبمنتال كوكسافارا، وهنا في اوفر جروث اوف ذا كريتر تروكانتر. يعتمد على ان انا عايز احسن النيك شافت انجل. في هعملها يا اما باوستيوتوميز، ودي كلها تكنيكس. طب هنا التريتمنت جايد لاينز بقى بيعتمد على الايه بنسميها الانفيزيال انجل او هانجلاينر انفيزيال انجل. الانجل دي لو هي الانجل الطبيعيه 45، لو هي اقل من 45 يبقى ده ما فيش، مش هنعمل حاجه. من 45 ل 60 بنتابع، اكتر من 60 بنعمل عمليه. ادي الزاويه اهي دي الجلاينر انفيزيال لاين. بقيسها ازاي؟ باخد خط من الترايره دي الكارفج، وبعدين باخد خط مع جروس بليت واشوفه بيعمل زاويه قد ايه. الزاويه دي خمسة، هي من 30 ل 45 ده النورمال. لو هي اقل من 45 يبقى ده ما فيش، مش هنعمل له حاجه لانها في النورمال رينج. لو هي زادت بقت 60 ده هتابعه، لو بقى اكتر من 60 يبقى لازم اعمل عمليه. يبقى هنا اللي بنسميها الانفيزيال انجل او هيلجلاينر انفيزيال انجل. الانفيزيال انجل دي اللي هي ايه؟ الانجل بين الترايرا دي كارفج وبين الجروس بليت. الزاويه دي هي الاوبليكتي بتاعت الجروس بليت. لما نشوف هنا لما نجيب الصوره دي، ادي ده الانفيزيال انجل. الانفيزيال انجل ادي الترايرا دي كارفج، ادي الانفيزيال انجل. الانفيزيال انجل هنا تقريبا اقل من 45، اقل من 45 ده في النورمال، هي من 30 ل 45. لكن لما تبقى الانفيزيال انجل وصلت هنا اكتر من 60 يبقى ده محتاج عمليه. لو هي 60 يبقى محتاج اوبزرفيشن، لو هي 45 مش هعمل له حاجه، لان هي 45 يعني هو في النورمال. يبقى ده الجايد لاينز بتاعتنا، تريتمنت جايد لاينز، اللي هي ايه؟ اللي هي الجايد ليا انا شخصت ديفلوبمنتال كوكسافارا. ليه؟ لانك شفت انجل قليله وفي شورتنج اوف ذا نيك. لكن لو هي 45 مش هعمل حاجه، هي نورمال 30. لو هي من 45 ل 60 هعمل له اوبزرفيشن، لو زادت هعمل له عمليه، لو قلت خلاص. لو هي اكتر من 60 درجه معناها ان ده فيرتيكال اورينتيشن، يبقى لازم اعمل كوركشن. الكوركشن بسرعه هو بتعمل فالجاس اوستيوتومي، بحيث ان انا اخلي النيك شافت انجل بدل ما هي 90 او 100 او 100 بخليها ترجع تاني 120. الابر فيمورال اوستيوتومي ليه تكنيكس كتيره، يعني احنا مش هنضيع وقت فيها، لان هي بتعتمد على ان انا بعمل اوستيوتومي بحيث ان انا الهدف بتاعي ان انا تو ري الاين النيك شافت انجل بحيث انها تبقى 120 تقريبا، بحيث ان الجروس بليت هيبقى يرجع تاني للنورمال الاين بتاعه اللي هو من 30 درجه. دي انواع الاوستيوتوميز. يعني زي ما احنا شايفين اول واحده الانفيزيال لاين هنا اكتر من 60، لما اتعملت عمليه رجع تاني بقى كويس. هنا ادي دي كلها نوع من الابروكسيمال فيمورال اوستيوتوميز. التكنيكس بتاعها مش مطلوب ان احنا نعرفه، لكن نبقى عارفين ان في حاجه اسمها انت اعمله لو الانفيزيال انجل اكتر من 60، من 60 درجه فاكتر. دي كلها تكنيكس بيعملوه دلوقتي بالبيركوتينيوس بالفيكسيتورز. فكل دي تكنيكس مش احنا مش مطلوب ان احنا نعرفها، بس مطلوب نبقى عارفين امتى نعملها. هنعمل كوركتيف اوستيوتومي في الديفلوبمنتال كوكسافارا لو النيك شافت، لو الانفيزيال انجل 60 درجه فاكتر. لكن هي لو 60 فقط هنوبزرف، لو هي 45 مش هنعمل حاجه. طبعا دي كلها انواع الفيكسيشن. في نوع ثالث من العيانين بيبقى عنده مثلا، جاي لك عنده 7 سنين عنده هيب بين ويفيوز تو بير ويت. زي ما قلنا الريد فلاجز بقى، الريد فلاجز اللي احنا قلناها، العيان اللي بيبقى عنده حراره ات نايت سويتس مش قادر يمشي على رجله، يبقى ده ريد فلاج، ده الارمنج ساين. بيجي لك العيان عنده اكسترنال روتيشن وابدكشن وفي الوضع اللي احنا فيه ده،
العيان بتاع ترانزفيرس سينوفايتس بيبقى عنده ابارنت لينزنج بس ما عندوش الفليكشن، ما عنديش من الفليكشن. ليه؟ لان الاكسترنال روتيشن والفليكشن ده عشان في تنس فيوجن في الجوينت في السبتيك ارثرايتس، يبقى ده سبتيك ارثرايتس. يبقى هنا الانسيدنس ده طبعا الارثرايتس بلاش على اي، ممكن تحصل في اي وقت، ودي ممكن تبقى بكتيريال. والعيان بيبقى زي ما شايفين كده، هيجي لك توكسيك، وهتلاقي الهيب بتاعته في فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن اللي هو الفيبر بوزيشن اللي هو البوزيشن اوف ريست ريستنج اوف ذا هيب، وهتلاقي البراين بتاعه سوولن، وهتلاقي الموفمنت كلها ليميتد من البدايه. طبعا هنا الاكس راي مش هنلاقي حاجه في الاول، اكس راي ان ال ستيج مش هلاقي حاجه، ممكن الاقي وايدنج اوف ذا سبيس، ممكن الاقي سبلكسيشن او ديسبوتيشن لو عندها نجلكتد، يعني ده اشعه مش حاجه سيجنيفيكانت قوي. التريتمنت وانس انك شخصت سبتك ارثرايتس نون اوبرتيف تريتمنت، ده هتدي له انتي بايوتكس، لكن ما فيش حاجه اسمها نون اوبرتيف تريتمنت بسبتك ارثرايتس. وانت شخصته في الاطفال يبقى لازم تعمل ايرجنت سيرجيكال درينج وفولود باي انتراجينس انتي بايوتكس اتليست فور 3 ويكس، او انتي بايوتكس فور فيرست ويك، وبعد كده اورال انتي بايوتكس اب تو 3 ويكس. يبقى هنا التريتمنت بسبتك ارثرايتس بيعتمد على ان العيان جاي لك في اكيوت ستيج، عنده فيفر، عنده ماركت ليميتيشن اوف موفمنت، ماركت بين، عنده فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن بوزيشن زي ما احنا شايفين في الصوره دي. الاكس راي مش كده، هنا ما ضيعش وقت بقى واقعد اعمل ام ار اي وسونار والكلام ده كله. سبتك ارثرايتس على طول بتدخله، بتعمل له اسبريشن، تلعب باس، بتعمل ايرجنت درينج. التريتمنت بتاع ايرجنت درينج كل ما بتسيب باس جوه الجوينت كل ما بيعمل مور ديستراكشن للارتيكولار كارتج. اخر حاجه بقى اللي هي دي دي اتش اللي هو ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب. الجايد لاينز بتاعت امريكان اكاديمي، يعني انا لما جيت احاول ان انا ابص على الجايد لاينز اوف تريتمنت لقيت ان كل الجايد لاينز طالعه على الايرلي ديتكشن عشان اعمل نان اوبرتيف مانجمنت. ايه الفكره ان انا يجي لي دي دي اتش مخلوع وعند سن 3 سنين وانا عارف انا هعمل له ايه، لكن التارجت بتاعي ان انا اعرف ايرلي ديتكشن عشان اعمل نان اوبرتيف مانجمنت عشان يخف العيان كويس. فهنا دي الجايد لاينز بتاعت الامريكان اكاديمي اللي هي بتعتمد على الايرلي ديتكشن. طب ازاي سسبكت دي دي اتش؟ يعني والكلام ده يعني انا في اسم الاطفال كان من شهرين كان في محاضره قلتها، كان ليا شرف ان انا اكون معاهم على الكومن نيونيتال بروبلمز ان كومن ماسكيولوسكيتال بروبلمز نيونيتال اتش جروب. دي مهمه البيدياتريشن وبعدين العظام برضه. الريسك فاكتور، الريسك فاكتورز والسايز اوف سسبشن اوف ديسبليزيا، وبعدين الجود كلينيكال اكزامينشن والايمجنج والدياجنوزز، ان انا لازم دي الحاجات اللي هي اللي اعتمد عليها الجايد لاينز. طب ايه الريسك فاكتورز؟ هو واحد لكل 1000 بيجي له دي دي اتش. اول حاجه الفيميل جندر، خليني ادي حاجه. ثاني حاجه في فاميلي هيستوري، لما يجي لك لا دي طبعا الفاميلي هيستوري والحاجات دي بيدياتريشن هو اللي بيعملها. البريتش برزنتيشن مهم، العيان اللي بيجي له دي حاجات بقى اللي تهمنا كجراحين عظام. لما يجي لك عيان عنده كالكينيو فالجاس فوت، كالكينيو فالجاس فوت اللي هو مسميها الباكينج ديس اوردر، المشكله ان الاهل بيبقوا زعلانين قوي من الكالكينيو فالجاس فوت. لا، المشكله مش في الفود، المشكله ان ده باكينج ديس اوردر. باكينج ديس اوردر يعني ايه؟ يعني ده كان موجود في تايت يوترس. تايت يوترس يعني حاجه من ثلاثه، يا كان عنده اوليج هيدرامنس، او هو لارج بيبي، او بريتش بريزنتيشن. يبقى لا لابد ان يجي له باكينج سندروم، بحيث ان حصل فيه كومبريشن على الفوت. الكومبريشن على الفوت ده ممكن يكون ترانسميتد وعمل. فاول حاجه لما الاقي عيان عنده كالكينيو فالجاس فوت، اول حاجه اعملها له ان انا اعمل اكس راي على او جالك مالتيبل كونجنتال انوماليز، زي واحد جاي مثلا هايبر اكستندد ني. قبل ما اقعد افكر في هايبر اكستندد ني انا اعمل اكس راي على الهيب. يبقى هنا الريسك فاكتورز لو انا عملت يعني early يعني expectation بيعتمد على الفاميلي هيستوري، على البريتش بريزنتيشن، على الحاجات اللي تهمنا احنا كجراحين عظام. هيجي لك بكالكينيو فالجاس فوت او مالتيبل كونجنتال انوماليز، اول حاجه تعملها للحالات دي انك تكسر الهيب عشان تو اكسكلود دي دي اتش. يبقى هنا الحاجات اللي بتسبكت بقى في الكلينيكال اكزامينشن، لما بيجي لك مثلا طفل عنده شهر او اثنين، هتلاقي اسيمتريكال سكين فولد او كليكنج ساوند، وده برضه بتبقى الام تيجي تقول لك انا بسمع صوت وانا بغير له،
او في ليميتد موفمنت او في ديفرنت لينس اوف ذا لور ريم. ده طبعا ممكن ما يبقاش باين قوي، لكن دي من الحاجات اللي بتحتاج ان دكتور الاطفال يبقى عنده، بالذات لما بيكون في ميل وفي بوست فاميلي هيستوري. فهنا اسيمتريكال سكيل كريسيس زي ما احنا شايفين، ممكن تعمل له الجلازي ساين تلاقي فيه ليمب اقصر من الرجل، وممكن تلاقي فيه ليميتد ابدكشن. كل دي في الكلينيكال اكزامينيشن. يبقى انا لما بعمل اكزامينيشن لبيبي عنده 5 6 اشهر ببص على 3 حاجات: الاسيمتري في السكين كريسيس، الجلازي ساين اشوف فيه ديفرنت لينس ديسكريبنسي ولا لا، وبشوف في ليميتد ابدكشن. وزي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت، لازم وانا بعمل اكزامينيشن للعيان في الابدكشن او لما بعمل له الاورتلاني او البرلوساين، لازم تكون الصم على الجريتا التروكانتر وايدك كلها ماسكه الثاي وصباعك الصم على النيل، يعني 4 fingers ماسكين الجريتا التروكانتر والايد كلها ماسكه الثاي والفينجر الصم على النيل. ليه؟ عشان تبقى السايق الفيمر كلها تحت ايدك، انت بتحرك الهيب. لو انا حبيت اعمل مسكت من النيل بس وحبيت اعمل، ممكن اعمل اكسترا فورس، ممكن دي تعمل لي هيتروجينيك انجري للفيمر. فدي المسكه بتاعه الاكزامينيشن بتاع الهيب بتاع البيدياتريك هيب في السن الصغير اللي عنده كام شهر او 2 او لغايه. لازم الثم يبقى على سوري الفينجرز كلها على الثاي على الثاي وماسك الجريت الروكانتر ببقيه الصوابع والصم على النيه، بحيث ان ايد الثاي بقت جوه ايدك كلها. ده مهم قوي. الايديال مانجمنت احنا بنعمل الترا ساوند لغايه 4 اشهر عشان اشوف التشخيص. طبعا ده كلام ده ستاندرد ان انا بعمل الترا ساوند. احنا مشكلتنا هنا في مجتمعنا ان الالترا ساوند ده اوبريتور ديبندنت. اوبريتور ديبندنت يعني ايه؟ عايز واحد يكون بيعمل محترف الترا ساوند للبيدياتريك هيب. طبعا دي مش هتلاقيها متوفره في كل الاماكن، وفي بالذات في الاماكن اللي هي تبقى يعني المستشفيات، يعني مش كل الناس يعني ويل تريند على. فهنا البديل ايه؟ البديل ان انا بعمل الفون روزن ديوب اللي بنسميه الاير فيو ابدكشن اندنر روتيشن. ده مهم قوي. يعني كان في ديبيت مره في ميتنج لاحد الكليات على اعمل الترا ساوند ولا اعمل الفون روزن ديوب. هو طبعا الايديال ان احنا نعمل الترا ساوند، بس لازم يكون الالترا ساوند ده ببعته لحد يعني بروفيشنال في الهيب بيدياتريك هيب، لان هو اوبريتور ديبندنت. طيب يبقى انا بعمل البديل ايه؟ الفون روزن هي فكره الاربع شهور الاولانيه الاوسيفيك سنتر مش هيبقى باين، فاعرف ازاي اذا كانت الهيب دي مخلوعه ولا لا. فهنا بعمل ايه؟ بعمل له ببعت للاشعه او ارسم له الوضع وانا اعمله بنفسي. بتعمل اي بي فيو للبوس هيبس ابدكتد 45 درجه انتنر روتيتد واكستندد. يعني الهيب بتبقى ابدكتد وانتنر روتيتد واكستندد، ابدكتد 45 درجه وانتنر روتيتد واكستندد. فلما بعمل البوزيشن ده بنسميه الاير فيو ابدكشن انتنر روتيشن فيو، بلاقي ان في النورمال اخد خط مع الشافت بتاع الفيمر، في النورمال بلاقيه دخل في الاستابلم جوه الاستابلم. لما الاقي الخط ده اوتسايد الاستابلم يبقى ده معناها ان الهيد بره الاستابلم. يعني الصوره اللي تحت دي انا مش شايف الاوسيفيك نيوكليس في الحالتين، لكن لما باخد خط هنا الخط ده خدته مع نيك دخل جوه الاستابلم. الرجل الثانيه انا مش شايف الاوسيفيك نيوكليس، لكن خط كده خرج بره الاستابلم. يبقى دي يبقى الصوره دي الهيب ده اهم حاجه ان انا كده الايمج ان احنا بنشوف الهيد بوزيشن وبنشوف الاسبلر انجل والشنتر لاين. دي الحاجات اللي بتقول لي اذا كان في هنا. بقى بعد ما الاوسيفيك سنتر بيظهر بشوف الهيد بوزيشن. الهيد بوزيشن يعني لو لقيتها اوت سايد استابلم، يعني احنا عندنا الهوريزونتال والفيرتيكال لاين. لما الاقيها بره الهوريزونتال بره الفيرتيكال وفوق الهوريزونتال، يبقى ده ديفينيت ديسلوكيشن. فده دي كلها راديولوجيكال ساينز. الفاينل دايجنوستس عندي ديسلوكيشن او سبلوكسيشن او انستابيليتي او ديسبليزيا. ايه الفرق؟ ديسلوكيشن يعني الهيد اوت سايد الهوريزونتال واباف الفيرتيكال. سبلوكسيشن هي ايه؟ اوت سايد الفيرتيكال سوري، لكن ايه بلو الهوريزونتال. يعني دي بتبقى سبلوكسيشن. لكن لو هي اباف
ده هوريزونتال او تساعد ده فيرتيكال، يبقى ده ديسلوكيشن. في ده الديسلوكيشن انستابيليتي يعني الهيد ريديسابل ديسلوكيتابل. ديسبليزيا ممكن تلاقي الهيد جوه الاستابلر، لكن الاستابلر بتاعك شويه الاستابلر اندكس شالو، يعني هنا ده دي سبلكسيشن اهي، شايف هي بيلو الفيرتي بيلو الهوريزونتال، وايه و سوري يعني دي السبلكسيشن هي الشنتل لاين ديستربت، هي بره الفيرتيكال لكن تحت الهوريزونتال. دي ديسلوكيشن، الديسلوكيشن يعني خلاص هي بره الاثنين، يعني فوق الهوريزونتال وبره الفيرتيكال والشنتل لاين ديستربت، ده ديسلوكيشن. التريتمنت برنسبل اوف دي بي اتش ان انا شود بي ديتكتد ايرلي، دي اهم حاجه. ارجنت ريفيرال، يعني هنا برضو يعني انت كدكتور عظام شخصت حاله، او دكتور اطفال شخصت حاله، شخصتها بالكلينيكال وبالاكس راي، على طول حولها للسنتر بتاع بيدياتريك، يا يعني مستشفى التامين، يا مستشفى الجامعه، يا يعني وات ايفر، يا اما حد بيشتغل بيدياتريك اورثوبيدكس. The earlier start is the easier the treatment, the better the result. هنا بقى مهم قوي. The earlier start is the easier the treatment, the better the results. ثلاث حاجات. تبتدي early, easy, good results. يبقى ما كبرش. في ناس يقول له استنى لما كمان سنة وتعالى نعمل عملية. لا. كلام الصح حاجة. كلام الصح ان احنا نبتدي treatment early. عشان هيبقى سهل والنتائج هتبقى كويسة. ال treatment بيعتمد على ايه؟ على الايدج. على الراديولوجيكال انفورماتيف داتا. هنا الريكومنديشن بتاع الامريكان اكاديمي بيقول لك children present 6 weeks of age were treated successfully with bracing in 84% of cases. ودي مهم قوي يعني بالنسبه لل يعني ان احنا بنيجي نعمل اهميه النيونيتال سكريننج، ان احنا بنقول ايه؟ ان احنا لو اكتشفنا الحاله دي في اول شهرين وتعالجت بالكونسرفاتيف تريتمنت هتخف 48% من الحالات، هتخف يعني كل 100 عيان هيخفوا 48 حالة. يبقى كده احنا بنوفر على العيان وعلى الدوله كتير قوي. فده مهم قوي ان احنا لازم نبقى اوير بالدياجنو ايرلي دياجنوز ودي دي اتش. children presenting after 9 months eventually require open reduction surgery. يعني ده يعني هنا مهم، يعني هم تقريبا نفس النسبه. لو انت اكتشفته في اول اسابيع 84% هيحتاجوا، مش هيحتاجوا عمليه. لو انت اكتشفته بعد 10 اشهر 86% هيحتاجوا عمليه. يبقى هنا الجايد لاينز في الايرلي ريدكشن، يعني انت شفت العيان بدري تعمل له ابدكشن اورثوزس او كلوز ريدكشن وسيب سبايك او ادكت اوتوماتومي. ده لو انت عملت له ايرلي ريدكشن جالك في الشهور هي ممكن تعمل يا اما ابدكشن اورثوزس يا اما كلوز ريدكشن وسيب سبايك، ممكن تحتاج تعمل ادكت اوتوماتومي. لو انت اوبريت بوست اوبراتيف راديولوجيكال اسيسمنت، يعني لو انت اوبريت احنا بنعمل بري اوبراتيف راديولوجيكال اسيسمنت وبنعمل هنا اوبر ريدكشن. ده بالنسبه للايه للجراحات. هنا يهمنا التريتمنت بتاعي الايرلي، ان انا بعمل نون سيرجيكال تريتمنت، لكن هعمله امتى؟ الاوبراتيف هعمله بعد سن 10 شهور لما يكون في ديفينيت ديسلوكيشن ومفيش فرصه ان يرجع بالايه كلوز تريتمنت. يبقى هنا الابدكشن ارثوزس اللي هو بابليك هارنس او بون روزن ده بنعمله لغايه سن 6 شهور. البابليك هارنس او الون روزن نعمله لغايه 6 شهور. لكن ممكن اعمل بعد كده كلوز ريدكشن بيبقى سبايك كاست اندر انستيزيا ويز اور ويزاوت ادكتور تنوتبي، ده بعد سن 6 شهور. ده كل ده نون سيرجيكال تريتمنت. بعد كده بقى لو العيان بقى ديفينيت بنعمل له اوبر ريدكشن وبنعمل معاه اوستيوتومي سواء بلفيك او فيمرال اوستيوتومي. هنا من البيرس دبل امريكان اكاديمي ريكومنديشن لغايه 6 شهور هنعمل البابليك هارنس والابدكشن ارثوزس، او لو العيان ما مش كونفينينت مع البريس، يعني ممكن يجي لك طفل عنده شهرين مامته عندها اربع عيال ومش فاضيه وبتشتغل ومش هتعرف تلبسه البابليك هارنس ولا هتلبسه الابدكشن ارثوزس، يبقى كده انت بتعمل له السبايك كاست على اساس ان انت تمنتين الهيد جوه الاستابلم عشان تمنع تخليها يبقى يعني تمنتين الريدكشن وخلاص.
فهنا الايديال البابليك هيرنس او الابدكشن ريسورسز، لو البيرنس مش كونفينينت او مفيش كومبلاين، ممكن اعمل سبايكر كاست من ست شهور لسنتين، ممكن اعمل كروز ريدكشن اند جنرال انستيزيا وهيب سبايكر وزود ادكتور تناطبي. وكان من الريكومنديشن بيقولوا بنعمل اوفر ريدكشن في ميديال ابروتش، لكن طبعا الكلام ده بقى مش سليم قوي. الانسنس والفاسكن نيكروزس في الميديال ابروتش على اللونج تيرم بتوصل ل70%، طبعا خرج من الجايد لاينز دلوقتي. بعد من 10 شهور ل18 شهر بنعمل اوفر ريدكشن، بعد ال 18 شهر ممكن بقى نعمل فيمر اوستوتومي او بيلفيك اوستوتومي مع الاوبن ريدكشن. ده دي ريكومنديشن بتاعت الامريكان اكاديمي. يبقى هنا البابليك هرنس اهو زي ما قلنا بنعمله، ده الجولد ستاندرد، والسكسسفول ريت بتاعته بتوصل ل 85%. هنا البابليك هرنس اهو، واذا كان من العام مش كونفينينت بنعمل الايه الابشن الرفوز اللي هو ده لغايه سن 6 شهور. بعد كده الكلوز ريدكشن بنعمله، الكلوز ريدكشن ده برضو بنعمل اندر جنرال انستيزيا وبنعمله زي ما احنا شايفين كده، وبيتحط في الجبس في البوزيشن ده اللي هو الايه الفليكشن ابدكشن اند اكسترنال روتيشن. السبايكر كاست اهي ده البوزيشن بتاع السبايكر كاست في الدي دي اتش. الاوبر ريدكشن طبعا بنعمله لو فيلد كلوز ريدكشن، او اذا كان العيان ان ستيبل، او اذا كان العيان ديتكتد ليت. طبعا التكنيك بتاع هنا بنعملها لما يبان الاسوفيك سنتر، لكن يفضل ما نعملهاش قبل سن 10 اشهر. لكن لما الاسوفيك سنتر بيبقى ديليد ابييرنس احاول اجلها شويه. طبعا البري اوبراتيف بلاننج بيعتمد على الاكس راي، يعني نشوف هحتاج اوبر ريدكشن ولا فيمرال اوستوتومي ولا بيلفيك اوستوتومي. ده اللي بيجاوب لي على السؤال ده الليفل اوف ديسلوكيشن. الليفل اوف ديسلوكيشن في عندي لو ديسلوكيشن وفي عندي هاي ديسلوكيشن. الصوره اللي فوق ده لو ديسلوكيشن، هو احنا قلنا هيبقى فوق الهوريزونتال ولاترال تو ذا فيرتيكال، يبقى ده بس هنا في تحت على طول يعني قصاد الاستابلم، يبقى ده لو ديسلوكيشن. الصوره اللي فوق ده لو ديسلوكيشن، الصوره اللي تحت فيري هاي ديسلوكيشن. الديسلوكيشن هنا away from the stabilum فوق خالص، فده في low dislocation وفي high dislocation. لما باجي اخد ال level of dislocation والاستابلر اندكس والنكشفت انجل، يبقى هنا low dislocation هيحتاج over reduction. لو high dislocation يبقى لازم هحتاج معاه femoral shortening. البلفيك اوستوتومي دي روتيشن اوستوتومي بيبقى assist operative. ده كلام يعني محتاج بقى محاضره كامله على الدي اتش. طبعا ده الابروش ده بنعمل فيمورال شورتنج، وهنا ايه ده الطريقه اللي احنا بنحسب بيها الشورتنج. طبعا ده كل دي تكنيكال ديتيلز مش مطلوب ان احنا نعرفها قوي. طبعا ده بيوريني هنا اتعمل له ريدكشن واتعمل معاها دي روتيشن اوستيوتومي. فدي كلها الايه بالنسبه للدي دي اتش. طبعا البلفيك اوستيوتومي بتتعمل دلوقتي، الايديال اوستيوتومي اللي بتتعمل هي الديجا اوستيوتومي مش السولتر. السولتر اوستيوتومي يعني اتعملت كتير قوي، بس بالنسبه للدي دي اتش لا طبعا بتحتاج يعني محتاجه تكنيك واحد يبقى ويل تريند عليها. برضو فيها ليميت ان انا اصلح فيها الانجل. دلوقتي الديجا اوستيوتومي اسهل كتير، وهي تعتبر يعني يوني كورتيكال اوستيوتومي، يعني في بريزيرف الفار كورتكس، فده ما بيحصلش مننا بوستيريو سبلكسيشن. بالعكس انت بتعملها اندر اكس راي اندر ايمج، بتعمل اوستيوتومي وبتحولها بتحول الاستابلر، بتصلح الاستابلر اندكس، وبعد كده بتحط جرافت، فده بيبريزيرف يعني بتبقى مور بيولوجيكال ماتش ايزير وليس تايم كونسيومينج، وتقدر تعملها من 18 شهر وانت طالع مفيش مشكله خالص. طبعا الكومباينيشن لما يكون الحاله ادفانسد. ويبقى احنا كده خلصنا الكومن بيدياتريك هيب بروبلمز. اتمنى انها تكون واضحه، ويعني اسف على الاطاله. شكرا جزيلا استاذنا الغالي على المحاضره الرائعه الشامله الجامعه اللي حضرتك دايما معودنا عليها يا دكتور اسامه بيه.
الله يخليك دكتور محمد. يعني كل محاضرات معاليك طبعا كلها ما شاء الله يعني ريفرنسز لأي موضوع حضرتك بنحب نقرأ فيه أو نبحث فيه يا فندم. الله يخليك دكتور محمد، وأنا يعني ربنا يدي مستعد لحضرتك لأي الصحة حاجة. يا فندم. ربنا يكرمك دكتور محمد، ربنا ربنا يخليك. يبارك لنا في عمرك يا فندم ويدي لسعادتك الصحة يا أستاذنا. الله يخليك دكتور محمد، وأي استفسار لو حد عنده هو استفسار we have two questions يا أستاذنا up till اتفضل now. دكتور محمد. أول سؤال سعادتك: in adolescent hip with slipped capital femoral epiphysis, only the affected side or both sides؟ هو دكتور غسان بيتكلم يعني على البروفيلاكتيك بيننج يا أستاذ. هلا بروفيلاكتيك ايه؟ بروفيلاكتيك بيننج يعني لو يعني هل حضرتك تعمل بروفيلاكتيك فيكسيشن؟ بالظبط. بالظبط. البروفيلاكتيك بتعمله لو عندها هنا البروفيلاكتيك، تعمل له بروفلاكتيك بيننج لو العيان دوت شفت في ايرلي فايندنج في الاكس راي اللي هي البري سليبنج، فتعمل له بروفلاكتيك بيننج. لو العيان دوت يعني مش يعني اهله مش كوبرز، يعني جالك عيان شكله يعني في حاجه يعني اوفر ويت، عيان يعني طويل قوي، يعني في الاليمنت دلوقتي نفسه شايف ان الاهل مش كبر في الاوقات، انا بشتغل مع واحد بيدياتري كوسمتكس، فبقول له نعمل بروفلكتنج ليمنج امتى؟ قال لي لو البيشنت ستيوبد البيرنت ستيوبد بعمل بروفلكتنج ليمنج. فهو هنا البروفلكتنج ليمنج كونسنتيزس بعمله لو العيان عنده ريسك فاكتور، عنده اندوكرينال ديس اوردر، العيان ده مش هتقدر تو اوبزرف فريكوينتلي، فده بتعمل له بروفلاكتيك بيننج. ودي مش يعني هما في 25% من حالات الشيب ديفيسز بيحصل فيها بتبقى بايلاترال، فالبروفلاكتيك بيننج ده من الحاجات اللي هي مهمه قوي، بس مش لكل الحالات، الحالات اللي فيها ريسك فاكتور. Thank you, sir. دكتور إبراهيم مقارن من الجزائر بيسأل على حضرتك في الكوكسافارا، حضرتك إمتى بنعمل arthrodesis of the greater trochanter؟ بيعمل ارثوديز جيد تروكانتر لو ابتدى التروكانتر يحصل ايبنجمنت، يعني ان انا هجيب صوره اهي يعني عشان ما يحصلش تروكانتريك ايبنجمنت. وطبعا الايديال تريتمنت ان انا اعمل فالجاس اوستيوتومي، لكن بعمل ابيفيزيوديزيس لو انا يعني ابتدى يحصل تروكانتريك امبنجمنت. لكن انت لو عملت فالجاس اوستيوتومي ولقيت ان نكشفت انجل رجعت كويس خلاص، لو انت ان هيبتدي في تندنسي اوف ريكرنس او كده ممكن تعمل ابيفيزيوديزيس اوف ذا جريتر تروكانتر، يعني انت مش عايز المنظر ده يحصل. فهنا انت عندك مشكلتين، عندك انك شفت انجل قليله قوي، وعندك التروكانتر فيها امبنجمنت. يبقى انت لما هنا تعمل في السن الصغير هتعمل فالجاس اوستيوتومي تو اوبزرف، لو انت هتحس ان العيان ده عنده يعني في تندنسي اوف ريكرنس او في اندر كوركشن، ممكن تعمل تروكانتريك انفيزيديز. طبعا دي من او ممكن في ناس بيعملوها بعد ما بتعمل العمليه بتلاقي ان التروكانتر فيها امبنجمنت، بتعمل له تروكانتريك اوستيوتومي بتعمل لها ادفانسمنت. يعني هنا الايمج تصلح انك شفت انجل وترجع التروكانتر تاني، بحيث ان يعني بتزود الليفر ارم عشان الجيت بتاع العيان يتحسن. لكن لو انت لقيت ان العيان بعد ما عملت له العمليه لسه في التروكانتر از هاي ان كومبيرزون مع الناحيه التانيه، ممكن تعمل له انفيزيوديز بسكرو. او لو انت عملت لقيت ان في سلايت اندر كوركشن، يعني مش ما وصلتش للاوبتيمال كوركشن، التروكانتر برضه ستيل هاي، بتعمل تروكانتريك فيزيوديز. يعني دي فهي بتتعمل في حالتين، في الحالات اللي انت هتحس ان انت بعد العمليه لسه التروكانتر ليتل بيت هاي بتعملها، او لو العيان ده اتصلح بس في ريزيدوال فيروس مش هتحتاج انك تعمل له اوستوتومي، لكن انت مش عايز يحصل امبنجمنت بتعمل له تروكانتريك انفيزيوديزيس. او الحالات اللي انت بعد ما تعمل العمليه خالص بتلاقي التروكانتر ستيل هاي بتعمل تروكانتريك ادفانس. لكن هي السؤال ده مهم قوي، لان العيان دوت عشان يتحسن الجيت
لازم تحسن الليفر ارم بتاع الابدكتورز. فهنا العيان بيجي بحاجتين، بيجي بليمتد موفمنت وبيجي بجيت ديستربنس. لو انت عملت الكوركشن للانجل الرينج هيتحسن، لو انت ما صلحتش الليفر ارم هيفضل عنده الترند البرج. يبقى هنا الحالات بتاعت الكوكس فارا بعد ما بتعمل كل حاجه وترجع النيك شيفت انجل، لو لقيت ان التروكانتر في النورمال ليفل بتاعها خلاص، لو لقيت قلت البيت هاي والعيان ده عنده ترند للبير جيت، بتعمل له تروكانتريك ادفانسمنت او تروكانتريك افيزيزيس لو كان سنه صغير. يس سير، وي هاف انذر كويستشن من دكتور ابراهيم برضه يا فندم. هو بيسال حضرتك عن هاو ماتش شورتنينج اي دو فروم ذا فيمر وين دوينج اوبن ريدكشن ان دي دي اتش. ايوه هنحسبها كده. الصوره دي اهي انا هجيبها لك. بنحسبها بطريقتين، طريقه في العمليه وطريقه ممكن قبل العمليه. في العمليه احنا بنعمل الريدكشن وبعدين بنعمل الاوستيوتومي وبنشوف الاوفرلاب قد ايه وبنعمل الشورت. طبعا دي طريقه يعني، لكن الاسهل منها ان احنا بنعمل بري اوبرتيف اسسمنت، ان احنا بنقيس الاشعه من فروم ذا بوتوم اوف ذا فيمورال هيد الفلور اوف ذا استابل. ادي البوتوم اوف ذا فيمورال هيد وادي الفلور اوف ذا استابل. المسافه دي هي المسافه اللي هنشيلها، يعني احنا عايزين ننزل الهيد جوه الاستابل. فبعمل بس بقيس خط من البوتوم اوف ذا فيمورال هيد وذا فلور اوف ذا استابل، بعمل اشعه زي ما احنا شايفين كده، باجي على الفيمورال هيد البوتوم بتاع الفيمورال هيد اقل حته في الفيمورال هيد ايه، وباخد لاين، وبعدين بشوف الفلور اوف ذا استابل باخد لاين. الفرق بينهم هو ده الفرق بتاع الشورتنج اللي هنعمله اهي زي كده. ده البوتوم اوف ذا فيمورال هيد، ده فلور اوف ذا استابل. دي الطريقه الاسهل، لان انا بقدر احدد انا هشيل سنتي او سنتي ونص او اثنين. في طريقة بقى تانية دي بتتعمل في العملية، ان انت بعد ما بتعمل الاستيوتومي الريدكشن بتاعتك بتعمل الاستيوتومي وبعدين بتشوف الاوفرلاب قد ايه وبتعمل بقى الجزء ده تقطعه. طبعا يعني دي طريقة ودي طريقة، لكن الافضل طبعا اللي هي البري اوبرتيف اسسمنت اللي هي بالايه بالصورة دي زي ما احنا شايفين from the bottom of the femoral head to the floor of the stabilum. نفس الصورة ده الاماونت اوف شورتنج. طبعا ما نقولش شورتنج زياده او اقل. ليه؟ الشورتنج اللي بعمله عشان حاجتين، عشان اسهل الريدكشن وعشان اقلل البريشر على الفيمورال هيد. ما يبقاش العيان ده عنده تايت هيب، لو انا رجعته وعنده انكريس فورسز على الفيمورال هيد هيحصل ايرلي افاسكولار نيكروز. لان احنا هنا البرنسبل بتاعه الشورتنج اللي كان عملها سولتر من زمان كان بيقول قاعدة مهمة قوي: if you are not able, to lengthen soft tissue, shorten bone. دي كانت principle for correction of deformities. فهنا انت عندك soft tissues tight هنا في high dislocation، هيبقى في tight short tissues اللي هي البلفي femoral muscles اللي هي صعبة قوي ان انا اطولها. هنعمل adductor tenotomy اللي سوى tenotomy لكن مش دي اللي منع، مش دي اللي دي عشان تسهل reduction. لكن لو dislocation high زي الصورة دي كده هيبقى البلفي فيمورال ماسلز اللي هي الهامسترنج هتبقى تو تايت، مش هقدر اطولها. فالقاعده بتاعت سولتر: if you are not able to lengthen soft tissue, shorten bone. فهنا كل ما يعني ما كبرش في الحته دي، لو فيري هاي ديسلوكيشن يبقى لازم اعمل بروبر ميجرمنت للمسافه اللي انا هشيلها. وانس ان انت اثرتها الريدكشن بيبقى سهل قوي. وهو هنا ده جه الفكر بتاع ان ما بقاش فيها حاجه اسمها ليت برزنتيشن. يعني كان زمان يقول لك العيان اللي بعد 6 سنين ما تعملوش عمليه، لا دلوقتي لغايه 16 سنه ممكن تعمل عمليه لو انت عملت فولوينج رولز. يعني عنده لو عنده ما عندوش كونتراكشرز بتعمل له الفيمورال شورتنج، ايديال فيمور او بروبر فيمورال شورتنج، بيرجع لك الايه الهيب. وانس ان الهيب رجعت بعد كده في الاطفال بيحصل ريموديلنج وما بيبقاش فيه مشكله خالص. استاذنا هو في لسه حوالي 3 اسئله كمان، هل تسمح لنا بيهم يا فندم؟ لا مفيش مشكله، انا استاذ محمد. ربنا يديك الصحه يا استاذ. النكست كويستشن استاذنا من اخونا الدكتور عماد قاسم من العراق.
بيسأل سعادتك في الكوكسا فالجا any rule for greater trochanter epiphyseodesis؟ any rule في الكوكسا فالجا يا فندم any rule for greater trochanter epiphyseodesis؟ لا ماليش مالهاش رول. I think so. Another question, sir. A difference between acute osteomyelitis and septic arthritis clinical. ما هو الكلينيكال في السن الصغير ال 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 يعني الفيوجن، انا لقيت الجوينت فيه فيوجن يعني الجوينت سولن وعملت اسبريشن طلع باص، يبقى ده سبت ارثرايتس. لكن ممكن يكون نيوميتال اوستيومايلايتس، بس مش هتلاقي فيه، هتلاقي البين والتندرنس والليمتيشن اوف موفمنت، وفي الايرلي مش هتلاقي الاكس راي واضحه، بس مش هتلاقي الفيوجن، مش هتلاقي لو عملت اسبريشن مش هيطلع حاجه. انت مش هتعمل درينج للجوين لو عملت اسبريشن طلع حاجه. فهنا العيان اللي عنده سبتك، وده غالبا بيبقى في النيونيتال، النيونيتال السن الصغير، ممكن يجي لك عيان خارج من الحضانه عنده سوولن جروين وفي بين وفي في قصدي فيفر وفي سبازم، وانت مش قادر تعرف ده ايه ولا ايه. فالحاجه اللي انت بتقدر تعرفها طبعا البلين اكس راي في الاول مش هتبقى انفورماتيف قوي. فانت لو لقيت، لو انت سسبكتنج بتعمل اسبريشن، الاسبريشن هنا لو طلع باص بتعمل درينج. بس دايما دايما لو انت سسبكتنج يعني الانتيريور ابروتش، درينج بالانتيريور ابروتش سهل قوي، ان انت بتفتح الهيب، بتفتح بين تخش في البلين بتاعك، تعمل جاست ستاب في الكبسول، ده بيسيف ذا جوينت. يعني هنا لو انت كونفيوزد، لو انت كونفيوزد ما تتعب، ما تتاخر كتير. ليه؟ لان عنده لو سبتك ارثرايتس هيلوز كتير لو انت اخرته. لو هو نيونيتال اوستيومايلايتس مش هتفرق معاه، ما هو كده كده الباثولوجي ماشي. لكن انت ايمنج في الحاله دي انك تسيف ذا جوينت. فهنا التفريق بينهم، لو انت الاكس راي عندك نيجاتيف هتعمل اسبيريشن اندر كومبليت اسيبتيك كونديشنز، لو طلع باص بتعمل لم ارثروتومي. فدي من الحاجات اللي هي يعني الارجنت ارثروتومي، دي من الحاجات اللي هي مهمه قوي انك تسيف الهيب جوينت، عشان لو طلع فيه باص انت هتسيف الجوينت. لو هو نيونيتال اوستيومايلايتس وانت عملتها اندر اسيبتيك كونديشنز وفيري ليميتد ابروتش وعارف سكتك كويس، مش هيحصل حاجه. The last question, sir. In case of arthrodesis of the greater trochanter, does this give more power to the gluteus medius? هو لما بتعمل arthrodesis انت بتزود الليفر، بيحسن الابدكتور ميكانيزم. هو الابدكتور ميكانيزم بيعتمد على ثلاث حاجات: ليفر ارم والبار بتاع الجلوتيوس ميديوس والفالكرم. فانت هنا المشكله عندك، انت لما بتعمل تروكانتريك انفيزيوديزيس بتزود الليفر ارم مع الوقت، فده بيحسن ريفلكتلي البار بتاعت الابدكتور ميكانيزم، اللي هي يعني هو ممكن العيان يكون عنده جود جلوتيوس ميديوس ويك اب ويك وشورت ليفر ارم، هيبقى عنده الترندبرج جيت موجود. فانت هنا، انت هنا الجلوتياي لو انت طولت الليفر ارم هتحسن الكونتاكتور ميكانيزم، اللي هو بيعتمد على ثلاث حاجات، يعني ما هو بيعتمد على الباور وعلى الليفر ارم وعلى الفالكر. فانت هنا يعني بصرف النظر عن الباور، ما هو ما فيش حاجه هتضعف الباور دي، مش ضعيفه من نتيجه باثولوجي، هي ضعيفه كنتيجه ان الليفر ارم قصير. فانت هنا طولت الليفر ارم فحسنت الباور بتاعت الجريدر كان بتاع الكونتاكتور ميكانيزم. يس سر. وانا كل اللي قدامي بعد كده يا استاذنا شكرا لحضرتك من الزملاء في مصر والعراق والجزائر وسوريا، ودايما اياديكم البيضاء على كل جراح العظام في الوطن العربي يا دكتور اسامه. الله يخليك يا دكتور محمد، ربنا يكرمك. جزاكم الله عنا كل خير يا فندم. ربنا يكرمك يا دكتور محمد، ربنا يمتعكم بالصحه والعافيه ويمتن عمرك يا استاذنا ويدي لحضرتك طول العمر يا رب. دايما كده مجهوداتك و العافيه يا استاذنا، العافيه يا فندم. ربنا يكرمك يا محمد، ربنا يبارك لك في عليك يا استاذ. لا اي حاجه، يعني اي حاجه انا ما عنديش يعني في اي وقت، انا يعني تحت امر الزملاء يعني، واحنا ما بنستغناش عن حضرتك ابدا يا استاذنا. ربنا يدي لحضرتك الصحه وطول العمر يا رب. جزاكم الله عنا كل خير يا استاذ. في النهايه طبعا شكر جزيل جزيل من اعماق قلوبنا كلنا لاستاذنا الحبيب بروفيسور محمد اسامه حجازي، the eminent star of pediatric orthopedic all over the world. بروفيسور اسامه، يو ار فيري ويلكم سير، ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله نشوف حضراتكم الجمعه الجايه باذن الله تعالى. شكر جزيل لسعادتك يا استاذنا، وجزاكم الله عنا كل خير يا دكتور اسامه. شكرا محمد، تصبح على الف خير يا استاذنا. شاكرين يا استاذ، تصبح على الف خير يا استاذ.